طيب تمام، ازيكم الاول؟ كل سنه طيبين. خلاص بقى رمضان هيجي في الوقت الحظر، احنا عارفين بنقعد نسمع محاضرات كل يوم، هنظبطكم محاضرات في رمضان فاستعدوا. النهارده هنتكلم على كلام فيري بيزك على الام اس اوفر فيو اند دايجنوزس. فالكلام فيري بيزك بس فيري امبورتنت لانه بيمس البراكتيكال اسبيكتس والتعامل مع مرضى الام اس ريجاردنج ذا يعني الامبريشن ريجاردنج الدايجنوزس ريجاردنج الكلينيكال برزنتيشنز. فالكلام ده بالنسبه للجونيورز كمان اللي ما نزلوش خالص عياده الام اس از فيري امبورتنت، واللي نزلوا ممكن قوي ان هم يشير في الاسئله او في التلفزيون. ونقفل الموبايلات وانا كمان هعمل. طيب اول حاجه هنتكلم عليها الام اس بريفالنس، الكلمه الشهيره حتى هذه اللحظه ما عندناش ام اس بريفالنس في مصر واضح، لكن الارقام تقيم ب من 20 ل 60 الف according to the WHO. ده خريطه العالم، خريطه العالم الاجزاء اللي هي الحمراء دي تمثل الاجزاء اللي هي عاليه الام اس. يعني انا مش مركزه دلوقتي يعني اكلم يا اماني. اقفل يا اماني، امشي يا احمد دلوقتي، اعملي ميوت. اوكي، فاحنا عندنا دلوقتي الاله اللي هي الحمراء دي هي اللي فيها هايبرابلس اواي فروم ذا ايكويتر. كل ما بنبعد عن الايكويتر يعني كل ما بنروح على الالتيتيود 40 60 من الايكويتر، يعني بيتكلم على الهاي اللي هي ايريز اوف لو تمبريتشر او يعني كولد ويذر، بنلاقي انه البرافلنس بيزيد. الاريز ديت اللي هي بالاورنج، مصر هي مالها ديت بالاورنج، بنقول ان هي مودريت برافلنس، بنتكلم من 20 ل 60 في 100,000. لو احنا بنتكلم على 100 مليون فبتكلم على 20 60 الف نسمه في مصر. في كان زي ريسيرش اتعمل وقال فعلا ان الرقم عندنا حوالي 59,700 حاجه زي كده. ف لكن ده WHO المفروض ان في لونشنج جديد لل WHO في نفس الارقام ان احنا هنوصل ل 60,000 ام اس بيشنت. ايه الام اس؟ الام اس از ان اوتو اميون ديجنريتيف ديزيز. وانا قدكم كده كنت دايما بستغرب هو اوتو اميون ولا ديجنريتيف، كتاب بيكتب كده وكتاب بيكتب كده اتلخبطنا لغايه اما كبرنا والدنيا وضحت وعرفنا انه الام اس از بوث اوتو اميون اند ديجنريتيف ديزيز. كاركترايزد باي ديستربشن اوف ذا مايلين اوف ذا سي ان اس، ده المين باثولوجي بتاعه. With involvement of both the white matter and the gray matter. وده الجديد في الام اس، انه زمان ايامي مثلا ما كانش في حاجه اسمها انه الام اس جراي ماتر، قلت جراي ماتر كنت يعني اسقط في الامتحان غلط، لكن دايما كنا بنقول white matter لانه involving ده ايه؟ ده مايلين شيت، والمايلين شيت موجود فين؟ موجود ان ده اللي هو بي along في اللونج تراكس وفي التراكس كلها اللي موجوده in the brain، بينزل من السيل باديز اللي موجوده في الجراي ماتر. فهو مالوش دعوه خالص بالجراي ماتر لغايه اما تم الاكتشاف لا الام اس بيلعب دور خطير جدا ومحوري في الجراي ماتر. ممكن نقول ان هو اساسا المايلين نفسه او الاكزن نفسه، الاكزن هيليكس، الاكزن هيليكس اهو ده اول جزء موجود في السيل بادي موجود، والاكزن هيليكس اللي هو حواليه مايلين موجود ده الجراي ماتر. فعشان كده خلاص it's no more a white matter disease it's a gray matter disease. وبدأوا الأبحاث والدراسات وأكيد سمعتونا بنتكلم على البروجريشن في الام اس وعلى أهمية الجراي ماتر في الام اس، وحتى بيقول لك إنها ممكن تمثل 50% of the MS lesions موجودة عند الجراي ماتر، بس مش منشافة لأن ما عنديش تكنيك راديولوجيكال يشوفها سو فار غير بقى ستيفن تسلا والكلام اللي هو مش موجود غير في الريسيرش. فده معلومة مهمة جدا إنه yes there is myelin in the gray matter. Yes, MS is a disease of both the white and the gray matter. وطبعا it's a disease of the central nervous system. ده كلام undergraduate مش محتاجين ان احنا نقول. طبعا زي ما احنا شايفين هنا هو ادي this is the المايلين اللي موجود، وادي عندي هنا هو دي بقايا oligodendrocytes اللي هي بتعمل المايلين. الoligodendrocytes هي المسؤولة عن تصنيع المايلين in the central nervous system، في حين انه مين اللي مسؤول عن تصنيع المايلين في peripheral nervous system؟ peripheral nerves. Yes, the Schwann cells. وعندي هنا النوزوبرانديت، هو مش continuous sheet
ولكنه انتربتد شيت علشان يعمل حاجه اسمها سالتاتوري ترانسميشن اوف ذا نيرف امبلسز، اللي هي بتخليه الامبلسز تبقى بتتنطط، مش بس بتمشي ان تراك، بتتنطط بسرعه، فده بيخلي سرعه التوصيل عاليه جدا. ده الاكزون اللي هو حصل فيه ايه، حصل فيه دي مايليشن وتهتك في مايلين شيت، ويبتدي طبعا الكوندكشن فيلوسيتي اوف ذا امبلسز تقل، وده اللي بيعمل لنا السيمبتومز. اللي بيحصل انه التهتك ده بيختلف من في الشده من بيشنت لبيشنت، وفي نفس البيشنت من اتاك لاتاك، فعشان كده الاعراض بتختلف. ممكن تبقى عندي سيفير اتاك، تبقى عندي مالت اتاك اكوردنج تو ذا ديجري اوف ديجنريشن او ديجري اوف ديمالينيشن. الحاجه الثانيه بتختلف فيها ايه، السيمتوم مكانه في السايت اكوردنجلي، اكتر بروبلم او اكتر ديمالينيشن حصل في اي جزء في السنترال نيرفس سيستم. عشان كده بتتعدد السيمتومز وتتعدد الشده وتختلف من اتاك لاخرى ومن بيشنت لاخر. طبعا الفيجر الشهير اللي انتم خلاص زهقتوا منه، ان انا ببتدي بانفلاميشن، وفي نفس اللحظه بيحصل انفلاميشن، فبيحصل لي ريكفري من الريلابس، عشان بيحصل حاجه اسمها ريجينريشن او ريبير. بيحصل منين الريبير ده؟ بيحصل ان انا عندي في حاجه اسمها برين ريزرفوار. البرين ريزرفوار ده بيشمل جزئين، الجزء الاولاني اللي هو الاوليجودندروسايتس، انا عندي مخزون من الاوليجودندروسايتس، بس المخزون ده اوريدي بري ديترمين، يعني موجود مش بيزيد، لكن هو موجود، فبيحصل ريبير منه. الاوليجودندروسايتس المسؤول عن تصنيع وعن الريبير اوف ذا مايلين، فبيحصل ريبير. بس انتبه على حاجه، اللي بيكسر ما بيصلحش، بمعنى حتى لو حصل عندي ريبير بتبقى مش زي الاوريجينال، مش زي الفابريكه، فدايما بيبقى باين ان ده في ديفو كده. فعشان كده الاعراض بتزيد مع اي ستريس، مع اي حراره، لان انا عندي صحيح المايلين رجع تاني ولكن معيوب شويه. الجزء الثاني اللي بيعمل لي ريبير او بيساعد ان يحصل ريبير اوف ذا سيمبتومز او 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 ريزولوشن اوف ذا اتاك، ايه يا جماعه؟ sprouting, nerve sprouting. يبقى انا عندي على two levels، oligodendrocytes شغاله على repair of the myelin، وعندي nerve sprouting ان انا عندي axons تبتدي انها تسprout synapses، تبتدي انها تزيد عشان خاطر تكفر الاريا اللي هي حصل فيها الدمج. النيروجينيسيس بيحصل، بس النيروجينيسيس طبعا process بطيئه جدا جدا، ومش مش بنعرف انها تكمبنسيت لي اللاس اللي بيحصل طبعا. ولو ان زمان كنا بنقول there is no nerve regeneration، الكلام دلوقتي لا، there is neurogenesis وفي nerve regeneration، بس حاجه لا يعني مش بتساعد قوي في فكره الريكفري. بيحصل عندي sprouting، ده اللي بيعمل شويه بشويه بشويه تبتدي الحاجات دي تقل مع الادفانس بتاع الديزيز ومع التايم اوف ذا ديزيز، فيبتدي يحصل عندي البرين ريزيرف ايه، يتهاوى، يبقى مش قادر ان هو يشتغل بنفس الكفاءه زي قبل كده. خلاص الاوليجودندروسايتس صارت الدم قلبها على مايلين ريبير، وخلاص ما بقاش فيه عندي النيرفز، لا ما بقتش قادره انها تعمل سبراوتنج بنفس الكفاءه. فخلاص ادخل في مرحله الايه، الديجنريشن، غير زي ما احنا اتفقنا قبل كده على انه الام اس باثولوجي بيشمل شقين، الشق الاولاني اللي هو الاوتو اميون الانفلاماتوري ريسبونس، ثم ادخل في قصه الديجنريشن اللي هو ليه علاقه بالهايبوكسيا، ليه علاقه بالميتوكوندريال ديسفانكشن، ليه علاقه بالاوكسيديتيف ستريس. فيبتدي الباثولوجي حتى يتغير من 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 نوع اقدر ان انا اجين فيه، اللي هو دي اسمها opportunity of therapy، او الفرصه ان انا اقدر ان انا اتاكل المرض فيها في الانفلاماتوري ستيج، ويبتدي يدخل في ستيج اللي اسمها الديجنريتيف اللي هو مش بقدر ان انا اتصرف فيها لغايه دلوقتي. What is the cause of multiple sclerosis؟ زي ما احنا عارفين all the autoimmune disorders مش عارفين سببها ايه، لكن كلها عباره عن theories وكلها عباره عن speculations وكلها حاجات بتبقى مثبته علميا، لكن في الاخر ما فيش حاجه من دي اي تاكلت. يعني مثلا قلنا الاكسامبر فيروس هو اللي عمل الباثولوجي بتاع الام اس دوت، وهو اللي هيجي الجهاز المناعي، لكن ستيل مهما عليك الاكسامبر فيروس يعني لا بس مش بيروح. فهو من الحاجات اللي هي اكيد الدكتور احمد عبد العليم المفروض يتكلم عن باثوجينيسيس، او اي ثينك ان هو اتكلم عليها فعلا. فالقصه بتاعت زي ما انا عندي حاجه تبروفوك الاميون سيستم ان هو يبتدي ان هو ياتاك، اما مولكيولر يعني ماميكري حاجه بتشابه المايلين انتوجين فيبتدي ان هو اتاك، او حاجه تبتدي تبروفوك الاميون سيستم اللي قاعد في حاله دوت عشان خاطر يبتدي ان هو يشتغل. غالبا بيبقى الابستامبر فيروس، في من هيربس فيروس، وكمان صدقوا بقى كان ايه كمان، كورونا فيروس. الكورونا فيروس من الحاجات طبعا ذس از اولد، مجموعه قديمه جدا، وغير بقى المصيبه اللي جات لنا الجديده ديت حصل، لكن هي مجموعه قديمه ومن الحاجات المذكوره انها ممكن تعمل بروفوكيشن او تبرسيبيتيت ام اس. طبعا عندنا قصه الجينيتك بري ديسبوزيشن، وعندي الكلاس كلاس 2 اتش ال اي دي ار 2 واتش ال اي دي ار 115 من الحاجات اللي لو موجوده عند بيشنت، لو ده الفينوتايب او ده الجينوتايب بتاعه.
ده بيبريديسبوز هيم انه يبقى عرضه اكتر لانه يجي له ام اس. الانفايرمنتال فاكتورز قلنا اللي هي عباره عن الانفكشوس فيروسز اللي موجوده، الريس اه بريديلكشن، عمالين نقول الناس اللي في الاكويتر بعيده عن الاكويتر والناس اللي في الكولد ارياز يس في بريديلكشن اكتر ل اللي هم اليوروبيان اكتر من اللي هم الافريكانز، ولكن لما بيجي في الافريكانز الحقيقه بيجي اكتر شده. الكلايميت اتفقنا عليه، كل ما بروح مثلا عند كندا نيوزيلندا، ده الكندا طبعا مبحوثه ام اس يعني، لدرجه ان هم بيقولوا الناس اللي ماجرنس لو حد عنده ام اس او كانسر ما يهاجرش، يعني دول من البري ريكوزيتس. سموكينج، طبعا سموكينج بدات تظهر له كلام يعني اون بيزس اون ساينتفك بيزس انه بيبروفوك ذا اوكيرنس اوف ام اس لو حد عنده استعداد. والحاجه الثانيه انه كمان بيورسن الكورس اوف ام اس، يعني لو حد هيقلبه بسرعه لسكند بروجريسيف. الدايت، والدايت عليها كلام كتير جدا من ضمن الدايت، بس برضو كلام مش قادرين نقول ان هو كلام مثبت 100%. كل دي سبيكيليشنز ومحاولات لفهم ايه اللي بيهيج الاميون سيستم، هل كل العوامل دي مع بعض، هل عامل من دول. فالدايت عليها كلام زي مثلا الديري برودكتس، الجلوتين، الكلام ده كلام يعني، في ستاديز بتقول ستاديز اجينست، فلسه الكلام مش ريبروديوس بحيث ان احنا نقدر نقوله از فاكت، ولكن لازم to be considered، لأن طلع ان في studies بتقول انه ممكن حاجه زي جلوتين مثلا تبروفوك او تبقى associated اكتر مع gluten sensitivity associated مع الام اس. الديلي برودكتس في جلوتين ليهم علاقه بايه؟ ليهم علاقه بال looseness of the endothelial junction بتاعت مين؟ بتاعت الجات، بتاعت الجات. فما الجات المفروض انها عامله حاجه كده، عندها حاجه زي blood brain barrier endothelial junction very tight، ومش بتخلي اي حاجه من الانتستنت ليك انتو ذا سيركيوليشن، والعكس صحيح، لان المفروض انه البلاد بيابسورب النيوترينز من الانتستنت. فيبتدي حاجات ما ينفعش تبقى موجوده ان ذا سيركيوليشن تبتدي تبقى موجوده، زي ايه؟ الميكروبيوتا او اي توكسين موجوده ان الانتستنت، مع اي حاجه ممكن تعدي في ليك فهيلاقي عندي toxins مش مفروض تبقى موجوده in the circulation، لاقي عندي الميكروبيوتا اللي هي the flora of the intestine موجوده في ال circulation، هي في مكانها بتعمل symbiosis، مكانها بتعمل protection، في مكانها من الحاجات اللي بتعمل يعني protection، لكن لو خرجت من مكانها وراحت لحته ثانيه هتبتدي تبقى managed as a foreign antigen ممكن provoke inflammatory response. الديري برودكتس بيعملوا نفس الحاجه، نفس فكره ليكي جات سندروم. فيتامين دي ديفيشنسي برضه من ضمن الاسباب، رغم ان انا شخصيا ما كنتش حاسه ان هو يعني فيري افيشنت او يعني فعلا الواحد يقدر يقول ان هو ليه لازمه، بس اكشلي الستاديز غصب عننا كلنا قالت انه ليه علاقه مباشره بالاصابه بالام اس، وكمان الترانزيشن فروم وان ستيج تو ذا سكند ستيج زي السموكينج. تايم اوف بريجننسي، ودي حاجه بقى فن، يعني يقول لك الست اللي ما اعرفش تولد، الست اللي سوري اللي تحمل في الصيف وتولد في الشتاء دي احسن، يقول لك ايه اللي هو جريتر ريسك اللي هم بورن ان ابريل، بورن ان ابريل ليه؟ هم كان الحمل بتاعهم في الشتاء فدول ان جريتر ريسك. يقال ليه؟ لانه ممكن يكون الاكسبوجر لفيتامين دي في الفتره دي اقل، فتره الشتاء اقل سبيشالي، خلوا بالكم ده البلاد اللي هي الاسكندنافيانز والبرد اللي هي ما عندهاش شمس كتير، فبيقولوا لا لو حد واحده حملت في الصيف البيبي بيطلع محمي اكتر انه ما يجيلوش ام اس، غير البوبوليشن اللي اتولد في الصيف، بمعنى ان هو كان الحمل بتاعه اثناء الشتاء. ف observations بتطلع لنا information ونعمل studies، يعني دي حاجه مفتوحه للجميع. في بقى كلام لطيف جدا يمكن ده يكون حامي مصر شويه من البلاد الافريقيه، parasitic infestations can be protective. اه لقوا ستاديز فعلا انه اللي عنده بارازايتس ده نسبه الاصابه بالام اس قليله، يعني عنده اميونتي كويسه بقى وبيلعب في الطين، يعني ما عندناش مشاكل، يعني حاجات البسيطه دي. الاتش بايلوري كان بي بروتكتيف برضه، في ستاديز قالت برضه ستيل كان بي، ما هوش حاجه مثبته 100%. والحاجه الثانيه اللي قلتها اللي هي الميكروبيوتا او الانتستينال فلورا، زي ما قلنا اما ليكج عن طريق الانتستين واللوزنس بتاعه الاندوثيليال جنكشن، يا اما حاجه ثانيه انه عندي امبالانس ما بين البينيفيشال فلورا والهارمفول فلورا من كتر اخذ الانتي بايوتكس مثلا. فده ممكن من الحاجات لقوا انه الامبالانس ده او الانتسامه فلورا بينيفيشال ديفيشنسي ممكن تبريديسبوز للام اس. دي الاسباب وكلها ثيوريز ومطروح، يعني دي حاجات كلها ايريز اوف ريسيرش، فكلنا ممكن قوي ان احنا حاجات بسيطه ونفكر نعمل عليها ريسيرش. الام اس دايجنوزس، دايجنوزس اوف دي ام اس اول حاجه بيعتمد عليها ديموغرافيك فاكتورز. يعني ايه ديموغرافيك فاكتورز؟ يعني البروفايل بتاع العيان،
العيان الـ age of the patient is very very important، لأني هلاقي إنه في symptoms بتحصل نفس الـ symptoms بس في 70 سنة، ساعتها تفكيري هيختلف تماما. عشان كده ما بقول لكم في الهيستوري محدش يقول لي أبدا وبيقدم لي حالة مر عليها ده عنده كذا، عنده كام سنة الأول، لأن كام سنة دي بتحطني في كاتيجوري الإتيولوجي. خلاص أول ما بتقول لي سن من كذا لكذا أدلت يونج أدلت بتحطني حاجات إنفلاماتوري أو جديد وفاميليا، بتحطني في قصة 60 بلس بفكر في حاجات فاسكولار وحاجات كانسيروجينيك وكده، تمام؟ فالإيج إز فيري فيري إمبورتنت، بنتكلم من 20 ل 40 سنة. بره بيبقى حوالي الأفريج المين أنصت بتبقى حوالي 32 سنة، في مصر عندنا هنا بيبقى أصغر شوية بنتكلم في 26 سنة الأفريج أنصت. الايج اوف اونست ان جنرال من 15 ل 50 سنه، يعني عندي بيدياتريك اونست وعندي ليت اونست اللي هي بيوند 50 years. الجندر زي ما احنا اكيد عارفين الاوتوميون ديز اولدز مور ان ذا فيميلز ذان ان ذا ميلز، ريشيو 2 1 او 3 تو 1 يعني من 2 كل 2 ونص واحد. الاونست بتاعه الام اس طبعا على حسب التايب اوف ام اس، لو بتكلم على ار ار ام اس بتكلم على ان انا عندي ريلابس بتيجي اكيوت سب اكيوت، يعني ايه اكيوت سب اكيوت؟ يعني بتتدفلوب اوفر دايز اوفر دايز اوفر فيو ويكس، فبنتكلم في الانسر كده. لكن عندي النوع الثاني اللي هو 15% اللي هو البي بي ام اس برايمري بروجريسيف ام اس، ده بيكون جراديوال اند بروجريسيف من الاول خالص. الكلينيكال برزنتيشن بتاعها ممكن يكون مونو سيمتوماتيك سيمتوم واحد بس، وممكن يكون بولي سيمتوماتيك كذا حاجه في العيان زي ما هنشوف دلوقتي. ايه الموست كومن سيمتومز اوف مالتيبل سكليروسيس؟ كلام عبيط جدا وفيري بيزك جدا وهتقولوا معايا. نبتدي بالترتيب، كرينيال نيرفز، عندي كل كرينيال نيرفز امنبل انها تبقى بريزنتيشن للام اس، لكن عندي في كرينيال نيرفز مشهوره في الام اس طبعا هيجي على راسها مين؟ هيجي على راسها الاوبتيك نيرف اثنين، وعندي بعد كده مجموعه الاوكيولار نيرفز اللي هو 3 و4 و6 ممكن يجوا ديبلوبيا، والديبلوبيا ممكن تبقى ديبلوبيا ان ذا فورم اوف اوفتالموبليجيا واضحه لا العين العيان حادفه، يا اما ممكن يكون في ديبلوبيا without limitation، ودي بقى خطيره جدا انها بتروح على دكاتره العيون يقولوا انا عندي ازدواجيه في رؤيه، يروح يبص عليه يقول انت ما عندكش اي حاجه، ما عندكش اي حاجه تعمل كده، لان المشكله عندي في الام اس مش مشكله البرافيرو اوكيولار نيرفز، المشكله عندي في البرين ستام في التراك، عشان كده ممكن يبقى عندي ديبلوبيا without limitation of a of the ocular motility. نورمال اوكيولار موتيليتي مين شمال، ولكن العيان ستيل ديبلوبيا، فده الكومبلين ده لازم نعرف زمايلنا بتوع الاوفثالمولوجي نوت تو بي ذس يعني ديسكاردد، ده اللي بيحصل بالظبط. الحاجه الثانيه تراجمينال نيرف، يس ممكن قوي البرزنتيشن يكون تراجمينال نيورولوجيا، ده وارد لما يكون عندي عيان سنه صغير وجاي بتراجمينال نيورولوجيا، واحسن ان انا اعمله ام ار اي ليكون يعني ايه تيبيكال سيمتوم اوف ام اس، مش ده بيبقى تيبيكال بس ممكن يحصل فيشال نيرف. وكتير عيانين بيقول لنا يقول لنا احنا كان اول مش عارفه انا دلوقتي جاي بيكتشر بقى تيبيكال سيمتوم اوف ام اس، يقول انا جالي من 6 شهور من سنه بيلس بولسي، اتعامل على انه بيلس بولسي، هل ده كان اتاك اوف ام اس؟ هل ده كان بيلس بولسي عادي بتاع زي كل الناس؟ ما بنبقاش عارفين الحقيقه رقم او نحطه كاتاك، بس كونسيدر سبيشالي لو حصل فيه ريكرنس ريكرنت لا نعمل ام ار اي. الايت نيرف اللي هو الفيستيبولار بارت تحديدا ممكن يحصل فيه السنس اوف فيرتيجو بتاع العيان، ده برضه بيكون بين ستم ديسفانكشن، ونادرا بقى بيحصل فعلا عندي هيرنج لوس في كذا عيان، مش كتير بس ريلابس كان كامينج فورم اوف اكيوت ديمينيوشن اوف هيرنج يونيلاتيرال. بالبر سيمتومز وارد بس برضو في اخر الليست خالص، يبقى بنتكلم على الاوبتيك وايتس، بتكلم على الديبلوبيا. الموتور ممكن تيجي باي شكل من المانيفيستيشنز، باي شكل من ناحيه ايه؟ من ناحيه الديستريبيوشن، من ناحيه السيفيريتي، يعني ممكن يجي العيان بايه؟ اكيوت مونوفارسيس ابر لور اي حاجه، اكيوت هيميفارسيس، اكيوت باراباريسيس، اكيوت كوادريباريسيس، كل ده من اول بقى باريسيس خفيف بنتكلم في جريد 4 بلس لغايه بنتكلم في بليجي، فكل المناظر وارده. بس طبعا صعب قوي الام اس سي بصوره ترانسفيرس مايلايتس، لو جه بصوره ترانسفيرس مايلايتس اللي هو كومبليت هيميبليجيا وذا كومبليت باراليجيا وذا ليفل، انا كده غالبا بتكلم اما ترانسفيرس مايلايتس يا اما يكون فيرست اتاك اوف اي اوف ان ام. عاده ما بيجي ام اس ما بيجيش بالبليجي، بيجي ممكن يجي بالمونوبليجي، لكن باراليجيا او كوادريبليجيا ده بيجيلك بحاجات بقى مختلفة، تلاقي اسيماتريكال ويكنس كده. السنسوري sensory manifestations very common presentation للام اس، وسنسوري ده شمال الحاجتين، ده superficial and the deep sensory. superficial sensory
نفس اي توزيع، وكتير قوي بتيجي بايه؟ بوزيتيف سيمبتومز. احنا عارفين ان عندي حاجه اسمها بوزيتيف سيمبتومز وحاجه اسمها نيجاتيف سيمبتومز في كل حاجه. حاجه زي الموتر بوزيتيف سيمبتومز زي ايه؟ زي الكونفالجنز ده بوزيتيف سيمبتوم، زي مثلا التونيك سبازم ده بوزيتيف سيمبتوم. نيجاتيف سيمبتوم يبقى بليجيا باريسيس. في السنسوري بوزيتيف سيمبتوم زي ايه؟ زي النمس بينز اند بريكس بلرميت باراتيزيا اللوديني، دي كلها اسمها بوزيتيف سيمبتومز. لكن يجي النيجاتيف سيمبتومز لا بقى بتكلم على الهايبوثيزيا اناتيزيا. اوكي، فممكن تيجي بكل الاشكال. كتير قوي اللي بينزلوا عياده الام اس بيشوفوا قد ايه العيون دي بيشتكوا من نمس از ا فيرست بريزنتيشن. والديب سنسيشنز كمان ممكن تبقى افكتد. البيشنت يقول لك انا الارض تحتيه مش حاسس بيها، مش دايما بيقول لك بقى حاسس تحتها قطن وميه ومش ثابته، لا يجي يقول لك انا حاسس الارض تحتيه اكنها تحتها زلط. اكن السنسيشن اوف ذا جراوند اندرنيث ما بيبقاش بنفس الاحساس العادي. ففي برضو grades of this deep sensory loss. cerebellar very common very important very يعني bad، لانه very bad prognostic sign اما البيشنت بريزنت بسيريبلر مانيفيستيشنز. ابقى عارفه ان السكه بتاعتي سكه مش حلوه، سكه مكحوره، هيدخل غالبا في progression early. فالسيريبلر symptoms تيجي بايه؟ كل اشكال السيريبلر problems. ممكن تيجي لنا بايه؟ in coordination of the upper limbs او the lower limbs. تيجي بgait، تيجي بديفيشن اوف gait، تيجي بwide base gait، تيجي ترانكال اتاكس. كل اشكال التوليفات والسيفيرتي جريدز موجوده باول اند بلادر. واحنا دايما بنتك على البلادر وبننسى الباول. البلادر سيمبتومز هتيجي باشكال مختلفه، ممكن تيجي ان ذا فورم اوف اي ريتينشن اوف يورين وده اتاك. ممكن يجي بقى في صوره ايه؟ احنا عندنا اوبستراكتيف سيمبتومز وعندي تي ريتيتيف سيمبتومز. اوبستراكتيف سيمبتومز تشمل الريتينشن اوف يورين وتشمل الهيزيتنسي اللي هو المحايله على البول. انا ادخل الحمام والعين يجي يقول لك لا البول في مشكله عندي ان انا بينقط مني، اقعد اتحايل عليه عشان ينزل. والانكونتنس ايرجنسي انكونتنس، اول ما يحس انه بالارجن وعايز يدخل الحمام لازم دلوقتي والا هتفلت منه. واحنا كتير في الاسيستري بتاعنا الحقيقه بنسال عيان بس على البول بيفلت منك، ما بنسالوش على بتتحايل على البول. فبليز يا جماعه واحنا بنسال عيان على البلادر سيمبتومز نساله على الاثنين، لانه غالبا هقول لك ما بيفلتش مني وخلاص، فانت تمس انه عنده مشكله. نيجي لقصه الباول اللي احنا دايما بنسكيب مش بنهتم بيها. الباول برضو برزنتيشنز في الام اس حاجه مش كومن وحاجه غير وغالبا حاجه اسوشيتد، يعني صعب يكون بريزنتنج سيمبتوم يكون حاجه اسوشيتد. فبرضو اي ارجي لما تيجوا تاخدوا هيستوري للبيشنتس اسالوهم على كونستيبيشن، هتلاقوا كتير قوي ده انا الامساك مجنني، فده مهم. اسالوهم على بس ده مور رير عن الكونستيبيشن، زي جاستريك امتينج بروبلم. فالعيان يجي ياكل تلاقي الاكل محشوق مفيش، الجاستريك امتينج تايم از فيري فيري سلو، فتلاقي انه على طول مش جعان لانه على طول معدته مليانه والامتينج تايم بتاعه از فيري سلو. فدي حاجات من الحاجات ان احنا نسال البيشنت عليها، لانه ممكن ما يكونش اورينتد انه يقول لي عليها سيمبتوم وانا اللي ايه اللي القطها. فبليز دونت ميس ذس. سكشوال ديسفانكشن طبعا دي فيري كومن، والمشكله بقى ان دي من الحاجات اللي بتبقى مست جدا، لانه برضه البيشنت غالبا مش هيجي يقول لك انا عندي كذا. بس لما تيجي بقى في الهيستوري، طب وحضرتك عندك مشكله في الانتصاب؟ يقول لك والله ده من سنه كان عندي مشكله، تبقى دي البدايه. تمام؟ الكلام ده يسري على الميل وعلى الفيميل، لان برضه في عندنا سكشوال ديسفانكشن ان ذا فيميل. الكوجنيتيف والبيهيفيرال يس، واحيانا بيكونوا برزنتيشن، بس برضه البرزنتيشن بالكوجنيتيف غالبا احنا كدكاتره بنمس. البيشنت يجي يقول انا والله كنت انا كان عندي عيانه كده الثانويه العامه اللي كنت شاطره جدا ومش عارفه ايه، لا بدات ان انا مش قادره اركز، مش قادره افهم، مش قادره مش عارفه ايه، لغايه اما جالها اتاك حقيقيه بجد بقى موتر، وساعتها اكتشفت الام اس. فممكن تبقى دي البدايات، بس غالبا البدايات الفيك زي الفاتيج زي الكوجنيشن مش بنعتبرها الحقيقه سيمبتومز. اقدر ان انا اقول انها سيمبتوم كومباتبل مع الام اس، لكن اقدر اقول انها symptoms of MS. يعني ايه؟ يعني وكالي presenting بيها غالبا مش هفكر في MS، لكن مع الكورس ده ديزيز هبتدي ان انا consider وابتدي ان انا اسال عليها واهتم بيها. وفي عندنا طبعا قصه الانتولرنس لمين؟ للهوت ويذر، للهوت باث. ويظهر عندي الات هوفس فينومينا الشهيره اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن worsening of a previous symptom on exposure to hot weather او on elevation of body temperature. تمام؟ اللي هي اسمها ات هوفس فينومينا. اكتر اكزامبل ليها الدش السخن، سبيشلي بتيجي فين؟ في الاوبتيك نيرف. والحقيقه اي حته، يعني لو عندي العيان اصابه قديمه مثلا باريسس هلاقيه بيزيد، لو اوبتيك نيرفايتس هلاقي العين مشبره ويا راجل يقول لك ده انا جالي ايه؟ جالي اتاك جديد. وطبعا الفاتيك. ده ستادي بتقول لنا على الفريكونسي اوف ذا انيشال برزنتيشنز اوف
ام اس، ايوه الاعراض دي كلها بتيجي بنفس المعدل ولا حاجه اكتر من حاجه. هنا الاستادي بتاعت دي كانت استادي معموله في فرنسا في 2014، قال لك ان انا عندي، وهنا كان حاطين ريلابسنج ريميتنج وحاطين السكندري بروجريس، وقال لك في الريلابسنج ريميتنج بيبتدي اكتر بسنسوري 28%، اوبتيك نيورايتس يليها اوبتيك نيورايتس 26%، يليها موتور او ديفيكولتي ووكينج، ووكينج هنا هتشمل بقى موتور ويكنس، تشمل سيريبرلر، تشمل ديب سنسيشنز، هتشمل كل الحاجات دي. ويكنس 10% عندهم الناس بيبتدوا الاول بسنسيشنز واوبتيك نيورايتس، بعد كده اقل 10% اللي هم بداوا بويكنس، فاتيج، وهكذا بقى. بلادر ودول 1%. احنا عندنا في مصر ايه بقى؟ ده كانت ستادي على 1400 عيان ايجيبشن كوهورت، بينت ان انا عندي، ده كان في القصر العيني الحقيقه، كان مالتي سنتر موتور، لا كان عندي العيانين بتوعنا ما شاء الله القصر العيني بيجوا هم ايه مكحورين جايين بموتور، يعني هم يجوا لنا بموتور. 44% من العيانين كانوا جايين بهيمي باريسز او باريسز بشكل او باخر، which is very high. ده بيقول لنا ان احنا يعني عياننا برضه يمكن يكون لهم باترن معين او فينوتايب معين مختلف عن الناس بره، ده برضه محتاج تبقى study to be compared in relation to other studies. Sensory 33%، نسبة برضو محترمة. Optic neuritis 28%. Cerebellar 21%. Diplopia لا ده مش 8، ده 8.9%، سوري يا جماعة 8.9% مش 89%. وهتلاقوا ان والله ده ما بيكملش 100، ليه؟ لان انا عندي overlapping symptom، لان انا عندي البوليسيمتوماتيك انسر كانت 33.6%، فمعنى كده ان انا ممكن عيني يجيب كذا symptom مع بعض، ده اللي معلي الاسهم بالطريقه دي. ديبلوبيا تاني 8.9%. unusual presentations زي ايه؟ اما ارجع بقى الهيستوري الكوجنيتيف الاقي سليب، الاقي ديستونيا، الاقي presentations كده unusual كانت حوالي 4%. ده منظر الاوبتيك نيورايتس. الاوبتيك نيورايتس عارفين ان هي مالها ايه الكرايتيريا بتاعتها، انها عاده يونيلاترال، يعني وجود بايلاترال او كونسيكتيف اوبتيك نيورايتس. دلوقتي حصل بعد اسبوع حصل، ابتدي ان انا لا اكش شويه وما لا ابادر بتشخيص الام اس، ابتدي احطه في اخر الليسته لغايه اما استنفذ الانفستيجيشنز في كل الحاجات التانية اللي ممكن تعملي كده. مش بفكر لو جاي بايلاترال ما بفكرش في ام اس في الاول، لكن يونيلاترال، يونيلاترال ومعاه ايه؟ معاه حاجه بالي كاركترستيك يقول لك ان البيشنت لا عيني بتوجعني مع ايه؟ اوكيولر موفمنت. ده القصه، هو بين في الاوكيولر او بين في يعني بين في الديمينيشن اوف فيجن، بس البين هنا اكتر. ممكن عيني يقول لك انا حاسس ان في الم في الحبه، بس في كمان والاهم والمور كاركترستيك للاوبتيك نيورايتس ذا بين اون اي موفمنت. اما اجي احرك عيني الاقي الم مش قادر، ده تيبيكال اوف اوبتيك نيورايتس. ممكن يكون ايه زي ما اتفقنا، السيفيريتي اوف ذا سيمبتوم بتختلف جدا حسب الديجري اوف ديمارينيشن. انا عندي اهو حاجه زي مجرد ان انا عندي هيزنس وبلورنج اللي هو التشبيره دي، وعندي حاجه زي سنترال سكوتوما ممكن يجي لي كومبليت بلايندنس، ممكن يجي لي فيلد، ممكن يجي لي سكوتوما، يعني ديجريز مختلفه من ديمينيشن اوف فيجن. فكل جريز اوف ديمينيشن اوف فيجن موجوده عندنا فروم كلر هيزنس وده فيري كومن سبيشلي فور ذا ريد كلر، تمام، اب تو كومبليت بلايندنس ان وان. في الديفاكتس الاكروس فينومينا زي ما قلنا بتبقى فيري كاركترستيك في حالات الام اس. ايه ده؟ ده كنت بتكلم على الديبلوبيا من شويه، بنقول الديبلوبيا از ا برين ستام ديس فانكشن. فادي الديبلوبيا. الديبلوبيا يا جماعه ممكن تنتج عن ايه؟ نتيجه للافكشن اوف ذا ميديال لونجيتودينال باندل. ميديال لونجيتودينال باندل ازاي؟ انا عندي عشان ابص يمين ده كده شمال، ابص شمال او ابص يمين، ماشي، انا عندي النيرف هتحرك ده وهتحرك ده، مين اللي بيظبط حركتهم الاثنين في نفس اللحظه؟ ان انا بحرك كده بحرك ابيوسنت وبحرك ثلاثه، اجي كده انا بحرك ده ثلاثه وده بحرك سته، الله، مين اللي بيظبط التظبيطه دي؟ سبحان الله، ذا ميديال لونجيتودينال باندل. انا عندي مشكله في الميديال لونجيتودينال باندل، هتعمل ايه؟ يجي بقى ده يتحرك، مش عارفين يتحركوا مع بعض، مش عارفين يتحركوا مع بعض، واحد بيسبق واحد، واحد مش عارف يحصل الثاني، فيبتدي يحصل عندي اوفثالموبليجيا انتر نيوكلياس. عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين ده المفروض العادي، ادي اهو النيوترال بوزيشن، ده عندي واحد بيبص على ناحيه خلاص الاثنين زي الفل، الله، واحد ده جاي يبص على الناحيه الثانيه، ايه اللي حصل هنا؟ المفروض دي تبقى هنا، لقينا ايه بقى؟ دي رايحه زي الفل هناك، دي مش عارفه تروح، دي عايزه، الله، يا تعالي يا ستي تعالي تعالي تعالي، تعالي. يحصل نستجلس. اوكي؟ يبقى بيبقى عندي فيلير of abduction of impairment of abduction of one eye with nystagmus in the other eye. نخلي بالنا مش دايما بيجي الاوفثالموبليجيا انترنيوكليارس بهذه الصوره كلاسيكيه، برضه اللي نزل معانا
الام اس شاف جريز اوف اوفثالموبليجيا انتيميتس. اول ما الاقي عندي حاجه اسمها ديسوشيتد نيستاجمس، يعني ايه؟ يعني انا المفروض لو انا عندي نيستاجمس يعني الاثنين مع بعض مع بعض، لكن في الاوفثالموبليجيا انتيميتس ممكن قوي العين تيجي كده ودي تتحرك، دي ما تتحركش، ده اوفثالموبليجيا انتيميتس. يعني ايه؟ يعني في عين بتنستجمس وعين داز نوت، ده يعتبر مجريز او بتنكيج انت مكلارس نوت تو مس دي، لان دي بتبقى من الحاجات الفيري امبورتنت، مش قادر اقول باثوجنومونيك بس اولموست باثوجنومونيك في الام اس سبيشلي اللي كانت ايه بايلاترال، فليها جريز زي ما اتفقنا. وزي ما قلنا برضو تاني الديبلوبيا ممكن تحصل without limitation وحتى من غير ما يبقى فيه اوفثالموكليجا انت مكلارس فنوت تو بي ديسيفد. هيني فيشال سبازم، احنا اتكلمنا على البيلز بولسي presentation للام اس اتيبيكال، ولكن عندي هيميفيشال سبازم وبرضه لما يجي في سن صغير شوت ثينك اوف ام اس وابتدي ان انا اعمل ام ار اي، وقلنا عندنا ال ستيبل كوكلير بوث فيرتايجو يقعدوا يضيفوا عدكه الاي ان تي والكلام ده كله في الاخر يطلع الموضوع سنترال وبنتيجه الام اس، وكمان البير كيوت هيرينجز. الموتور قلناه، السوبرفيشال قلناه، اتكلمنا على الديب سنسيشن ان تيرمز اوف سنسيشنز. ما ننساش العرض الشهير اللي اسمه اللورميد سيمتوم. اللورميد سيمتوم يعني ايه؟ يعني الكتريك لايك سنسيشن او نيك فيكشن كده، اوبس كهربا تروح ايه نازله في الرقبه وفي الظهر. هل ده باثوجنومونيك للام اس؟ لا، ولكن باثوجنومونيك لبروبلم اوف ذا بوستيريور كولم، ممكن ينتج عن ايه؟ سبونديلوزس، سيفير سبونديلوزس، سبيسيفيك بانجليشن في الحته دي. اذا اللورميد سيمتوم صحيح ومهم جدا جدا ان انا اسال عليه العيان وطبطب قدامي في الام اس، لكن لو هو جايب بالسيمتوم ده بس بعمل ايمجنج على الام ار اي للسيرفايكال سباين عشان ممكن يكون حاجه ثانيه، ده هو ده البرزنتيشن الوحيد عند العيان نط، يعني اتس نوت باثوجنومونيك ولكنه عرض للبوستيريور. اشهر حاجه فيه الام اس فور شور، ولما يبقى العيان بيشتكي منه يبقى اسمه اللورميد سيمتوم، اما انا اعمل كده للعيان ويقول لي اي انا حاسس بالكهرباء ده اسمه اللورميد ساين. Walking on sponge طبعا الاعراض الشائعه بتاعت الديب سنسيشنز، unsteadiness on the dark. بس ايه تعالوا كده نقول مع بعض الكلام الفيري فيري بيزك عشان خاطر نصحصح نفسنا. ايه هي الاعراض بتاعت الديب سنسوري لوس؟ العيان يمشي on sponge، العيان يمشي اكنه ماشي على ميه مش حاسس بالارض صلبه تحتيه، تمام جدا. ايه تاني؟ يدخل سينما يبتدي يتكون، لان انا عندي في مانوفر مهم اللي هو الفيجن راح مني، فيبتدي الحاجه تبان، ان انا عندي ثلاث حاجات بيظبطوا البوش، فيجن ستيبل سيستم posterior column أو deep sensations. فأكن لو واحد راح الاثنين تانيين بيعوضوه، فلو اثنين راحوا لا ما فيش حاجة بتعوض بقى، الدنيا بتبوظ خالص. وعندنا حاجة اسمها the wash basin sign. ايه wash basin sign؟ اما نيجي نغسل وشنا الصبح بنغمض عينينا تلاقي بقى ايه؟ يبقى انا I lost me الفيجن. اوضة قاعدين او ماشي واوضة نور قطع فيها، يروح برضو ايه يحصل ان هو البالانس بتاعه يبوظ. اوكي؟ تحت الدش يجي يقول لك انا لما اخد دش الاقي نفسي في الدش مش قادر بغمض عيني، فنقول له العيان ده اما تيجي تاخد دش تقعد على كرسي. طبعا السيريبلر سيمبتومز قلنا كلها، ومن الحاجات المهمه جدا احنا في الاكزامينشن بنعملها امبير تاندم جيت. باول بلادر قلناها، قلنا السوفت هنا قلنا السوفت سيمبتومز الكوجنيشن الفاتيج دول اسمهم سوفت سيمبتومز. يعني ايه؟ حاجه انا مش شايفاها ولو ما سالتش العيان عليها ممكن جدا ما تكتشفهاش. عشان كده very important انت العيان ده خلاص شخصت ام اس، تعالى بقى قول اخبار تركيزك ايه؟ اخبار قدراتك الذهنيه ايه؟ كنت قبل كده بتعمل حاجه دلوقتي مش عارف تعملها؟ طب قول لي في اجهاد؟ يا لهوي اما تقول اجهاد امسك فيك. تمام؟ لكن احنا لو ما سالناش we will not get the information، لان ممكن ما يكونش عارف يعبر او مش فاهم انه ممكن يقول لنا على عرض الاجهاد ده، which is very very important و very يعني devastating للعيان. ممكن العيان ما يكونش عنده weakness، يكون عنده EDSS of zero بس عنده فاتيج، فبيكون يعني مقرف جدا. اوكي ايه ده؟ The symptoms اللي بتديفلوب during the course of the disease، ده برضه في نفس الايجيبشن كوهورت نفس القصه. طب احنا قلنا initial symptoms، طب العيان اللي ما جالوش الحاجات دي ايه symptoms اللي ممكن تجيله اثناء الكورس اوف ذا ديزيز؟ اهو motor weakness، sensory، ataxia، visual، diplopia، bladder. bladder تبتدي بقى تعلى، يعني كبريزنتنج symptom مش اعلى حاجه، لكن في النص بقى تبتدي البلادر ايه اسوبها تعلى جدا وتبتدي تبان depression، fatigue، cognition، تي ان وهكذا. قولوا من الصبح كلها سيمبتومز موجوده during the develop during the course of the disease. تعالوا نتكلم على حاجه مهمه جدا اسمها the paroxysmal MS symptoms، اللي احنا نقول ان هي جماعه دي مش هجمه، ان الهجمه بتقعد كام؟ 24 ساعه، وهنتكلم عليها بعد شويه.
paroxysmal symptoms دي بتيجي كل شويه سيمتوم يجي ويروح، سيمتوم يجي ويروح، سيمتوم يجي ويروح. اختلف فيها يعني ايه؟ يعني لو انا عندي سيمتوم بيجي ويروح بس بيجي كل 10 دقائق، صحيح السيمتوم ما بيقعدش 24 ساعه بس بيجي very frequent، ساعتها we can consider this as a relapse. ما اقدرش اقول له لا لا انت ما عندكش هجمه، على فكره الهجمه بتقعد 24 ساعه بيروح ما يبقاش، لكن طالما بيبقى very frequent في وقت معين we should deal as a relapse، وبندي سوليودول ساعتها في اللحظه دي. لكن تعالوا نشوف ايه انواع البروكسيمال ام اس سيمبتومز، وهنبتدي من فين؟ نبتدي من حاجه اسمها الام اس هج، حضن الام اس. ودي كتير قوي بالاعيان بيجي يقول لك انا حاسس بقفشه في صدري، واحيانا ما بيكونش بقى القفشه في الصدر، احيانا بتبقى فين يا جماعه؟ اي حاجه سبيشالي الجوينتس، يقول لك انا لا ركبتي قفشه، اكن حاجه ضغط عليها، اكن حاجه لفه عليها. احساس بيبقى مقرف جدا، مؤلم جدا، بنعالجه بالحاجات اللي هي بتاعت النيوروباثيك بين، او يقعد في يعني ميه فتره كده في بانيو فتر، بس احيانا بيبقى سخيف جدا. من الحاجات اللي ممكن تحسنه الساتي بيت اللي هو الميديكال كانابيس. واحيانا يقول لك مش عارف اتنفس، مش عارف اقول ده بيتدلع. من الحاجات اللي ممكن نتلخبط بينها وبين الام اس هاج، فكروا في الجي اي تي اللي هو اسوفجيال سبازم. يعني احيانا بيبقى كده، فما يجي لك عيان ام اس عادي وعنده الاحساس ده تقول له ام اس هاج واحد يديله كده، فكر برضو كونسيدر ممكن يكون ايه، يكون زي جيرد اسوفجيال ريفلكس يعني، ويكون في سورت اوف اسوفجيال سبازم. اوكي، ام اس فوج. ايه الام اس فوج ده؟ ضبابيه الام اس يعني ايه؟ يعني التشويش، العين قاعد كويس وكير، فجاه تلاقي ما هو فصل كده شوش مخه كلاودنس كده، ياخد شويه على بال ما يبتدي ان هو يستعيد نفسه. بتحصل فيري كومن وبتاثر جدا على الشغل بتاع الناس دي. يقول لك انا قاعد سبيشال، لو حد بيشتغل مع عملاء بيشتغل في حسابات بتبقى سخيفه جدا. نورميل سيمتوم طبعا زي ما اتفقنا، التي ان او تراجمال نيورولوجيا، المايجرين والهيدكس ان جنرال، بس المايجرين يجي على راسهم، ممكن قوي يبقى المايجرين ده بدايته مع الام اس، ممكن يبقى اسوشيتد مع الام اس او حتى بريسيد الام اس. البينز والبينز والبينز، ونتكلم على البين زي ما انت عايز في الام اس، وكل الوقت بنسمع على النيوروباتيك بينز بتحصل للبيشنتس اوف ام اس. الفسيك طبعا، ديستونيا، ممكن العيان يحصل له ديستونيك بوستشر، تلاقي العيان فجاه عمل كده، مش كومن بس ات هابن. ده العرض المشهور جدا في الام اس، تونيك سبازم، العيان فجاه يجيله سبازم كده فيري فيري بينفول. ده برضه بنعالجه بايه؟ بنعالجه بالحاجات اللي هي الانتي كونفالسنس وبحاجات بتاعت النيوروباتيك بينز. اتاكس ديت الترا سيندروم، ده مش كومن ان احنا نشوفه بس هابن. لما تلاقي عندك بيشنت، يا ريت يا جماعه اي حد يعمل ميوت الصوت، لما تلاقي عندك بيشنت كده فجاه يكون بيتكلم وفجاه بدا ان هو ايه وسام يتقل، دي انا شفتها مره الحقيقه، اتاكسيا ديتس ارتيا سيندروم. وساعتها قلت اه ده الاتاكسيا ديتس ارتيا سيندروم اللي واحد ايه بيقراه. فانا عندي انتراكت سيمتوم زي كده. ايه الباروكسيسمال سيمتومز اللي بقول لكم عليها انها ما تيجي وتبقى فريكوينت تقلقنا او نبتدي ان احنا نفكر في سوليم دول؟ التونيك سبازمز، الديستونيا لو بتيجي بشكل فيري فيري فريكوينت ومؤلم جدا كلاسترد قوي ممكن ندي الليرنيت. الليرنيت لو برضو فيري يعني كان اكيوت وجديد، عرض جديد ومستمر ومقرف، ممكن ان احنا ندي بس مش هنعتبره، هنقول عليه كده ان هو مايلد ريلابس او ان هو يعني نيو سيمبتوم على استحياء نقول ان هو ريلابس. طيب يعني ايه ريلابس؟ What is the meaning of relapse؟ relapse هي كل هذه السيمبتومز اللي قلناها من شويه، موتور سنسوري، اوبتيك، سيريبيلر، مش كل اللي قلناه ده، بس يقعد لي 24 ساعه ويجي اكيوت، اكيوت سب اكيوت اونست اوف اني اوف ذا سيمبتومز وي منشن، بيقعد 24 ساعه سبجكتيف او اوبجكتيف. كلام خطير، لانه اوبجكتيف انا بشوف يعني عنده كذا، يعني عنده ديفيسيت في السنسيشنز فور اكزامبل، لكن اللي احنا بنشوفه في الام اس العين هي بنومس، تيجي تعمل سنسيشنز انتاكت، vibration intact، لكن العين ده هيز ام اس وجاي يشتكي من نيو سيمبتوم ريسبكتد ريسبكتد، رغم ان هو ايه يا جماعه؟ ايه؟ سبجكتيف، بس مش هيجي سبجكتيف للسنسيشن الحقيقه يعني، والديبلوبيا ولا ايه؟ من غير ليميتيشن. فسمتايمز وي كان ريسبكت سم سبجكتيف سيمبتومز اوف ذا ام اس بيشنز. طبعا 24 بقدر ان انا اقول ان دي ريلاكس وان انا احترمها، وانها بتقعد قد ايه؟ بتقعد لي دايز تو ويكس، ممكن تروح لوحدها على فكره، اقول لك الاندوسايز بقى والبرين نيجر بيشتغل ويحصل ريمايلينيشن. عشان كده سام تايمز سبيشال لو سنسوري ريلابس والعيان مثلا واحده بريجننت
واحده في ظروف الكوفيد اللي احنا فيها دلوقتي دي، اقول لها لا والله، او واحد استنى شويه كده يمكن السيمتوم ده يحصل له ايه ريزولوشن سبونتينيوس. زي كتير قوي يقول ده انا قعد معايا مام للشهر وراح لوحده. ففي الفتره دي بنهدى قوي على ان انا اسرع وادي ستيرويدز، بنهدى شويه. الريميشنز عاده بتحصل وده لازم تحصل، بس الريميشن هنا بتبقى ايه، ممكن تبقى كومبليت ريميشن لو حد عنده ريزرفوار هايل، ممكن تبقى بارشال ريميشن يبقى عندي حاجه اسمها برو او ذا ريلابس اسوشيتد بيرسنج ريزيدوال ديسابيليتي. عشان اقول ان انا عندي اتاك جديده لازم يعدي قد ايه؟ شهر. يعني انا دلوقتي جالي اوبتيك وايتس بتشرع عليا وعلى اي حد، جاء لحد اوبتيك وايتس بعد اسبوع جاله هيمي باريسز، دي اتاك جديده، ده سمت مختلف خالص. لا هنعتبرها نفس الاتاك طالما انها بتحصل within 30 days. نيجي بقى للقصه المهمه جدا اللي not to miss في البراكتس بتاعكم، الريلابس دي ترو ولا سودو ريلابس. انا كنت حتى البرزنتيشن دي عاملاها للبيشنتس، بس اكشلي لقيت انها نايس ان احنا نعملها لينا لانه ده الوضع. العيان اكتر حاجه بترعبه، طب انا دلوقتي هيجي لي هجمه مش هيجي لي هجمه، كح يبقى دي هجمه، عطس يبقى دي هجمه، تنميل مشي صداع يبقى كل حاجه هجمه، فقاعد عامل كده للهجمه حاجه احساس مزعج جدا طول الوقت، مش عارف الخبطه هتجي لك منين ولا امتى. ده اكزامبل حد كان كاتب على الفيسبوك، يا دكتور انا صحيت مش عارف اقوم وجسمي سايب وبعرق وتجيع واعصابي سايبه، اعمل ايه؟ اجيب سولي اول حاجه افكر فيها اجيب سولي مجول ولا ايه؟ يعني اول حاجه طب يا عم الاكون ده مش اتاك اساسا، يعني المنظر ده هل السيمبتومز دي اول حاجه افكر فيها كومباتبل مع الام اس؟ انت ام اس بيشنت صحيح، بس هل السيمبتومز دي كومباتبل مع الام اس؟ دي ار نوت كومباتبل. ده اول حاجه، لا يعني لما باجي احد جهاز هضمي ده يكون نازله معويه، يكون عندك جاسترايتس كده قبل ما نسارع. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. لا ده بتكلم على يعني ايه سودو ريلابس. سودو ريلابس الاول نتكلم على الترو ريلابس، معلش عمال اعلق فيكم. ترو ريلابس زي ما قلنا نيو سيمبتوم او ورسنينج اوف بري اكزيستنج سيمبتوم، بس سيجنيفيكانت ورسنينج اوف دي سيمبتوم، وبرده بيقعد 24 اورز without fever or infection، ان هو ده اللي بيفرق السودو من الترو ريلابس. ايه بقى السودو ريلابس؟ سودو ريلابس لا انا عندي سيمبتوم قديم مبدئيا، ما ينفعش السودو ريلابس يجي بسيمبتوم جديد ما كانش موجود دونوفو سيمبتوم، لا هو كان سيمبتوم قديم موجود، وزي ما اتفقنا الريبيت بتاع المايلين ما بيبقاش 100% زي الفابريكا، فبيبقى فيه حبه دفوهات، فيبتدي الكونداكشن فيلوسيتي اوف ذا نيرف امبلسز تقل مع الحراره. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا اوبتيمم تمبريتشر، لو التمبريتشر دي قلت قوي او زادت يبتدي الكونداكشن فيلوسيتي تتاثر، زي موتور العربيه ما يسخن العربيه ما بتمشيش. فهنا بيبتدي العرض القديم الاولد سيمبتوم يورسن. تمام، ده بيحصل امتى؟ زي ما اتفقنا اهم حاجه الفيفر، وجود انفكشن ويذ او وداوت فيفر حتى. ممكن يكون عندي الستريس، اجهاد جامد جدا، قله نوم، ده كله حاجات ممكن تعمل لي ورسنج اوف بريفيوس سيمبتومز. طب متفق على حاجه، انا عندي ده ديفنتلي لو حصل عيان جاله حاجه من الحاجات ديت هقول ان فيفر وجاله ورسنج اوف سيمبتومز، هقول له لا استنى اهدى شويه، انت الاول عالج الانفكشن اللي موجود عندك بعد كده وتتكلم. لو السيمبتومز استمرت يبقى ممكن قوي يبقى الانفكشن ده عمل بريسيبيتيشن لتو ريلاكس، ما انا حصل انفكشن فالميون سيستم بدا يلعب بديله، يلعب بديله ممكن قوي ان هو يحفز اوتو اميونيتي تو ريلاكس، بس ما اقدرش احكم على كده غير لما انا عالج الانفكشن الاول اللي موجود عندي. اوكي، طول الوقت بندي ادفايسز للبيشنتس ان انت ما تقعدش في مكان حار، احنا داخلين على رمضان وداخلين على الصيف، الادفايس للبيشنتس، وطبعا كورونا لما انا كلنا موجود لو ان الشوارع ما اعرفش ازاي زحمه بالطريقه دي، فنقول له لو هتنزل لا انت لازم يبقى معاك ازازه ميه تشرب منها، لو هتنزل لازم يكون معاك حاجه بتبخ منها على وشك، يبقى معاك شمسيه، تلبس ملابس خفيفه. الكلام ده يا جماعه مش طب، بس الكلام ده از فيري امبورتنت ايديوكيشن كان سيف ا لوت. ممكن تقول لعيان معلومه واحده بس تنقذ له حياته او تنقذه من حاجه مقرفه جدا. ان احنا نيجي نقف في الظل طول الوقت لو نقدر. القاعده اللي دايما بقولها للبيشنتس بتوعي بقول لهم ما تجيش على نفسك. يعني ايه؟ انا بعمل حاجه وبدات احس ان انا هتعب بوقف، ما تستناش تقول طب بس، اول ما العين تكمل بس قول ستوب في هذه اللحظه، ما تجيش على نفسك، عشان لو دخل في فتيج مش هيفك، هيفضل في الفتيج ده فتره لغايه اما بقى يسترجع قوه. فطول الوقت البيشنت يحافظ انه ما يجيش على نفسه في اي حاجه. دي برضه رساله ثانيه عجبتني قوي من الواتساب بتاعي. السلام عليكم، انا
الست دي كانت لسه والده من 40 يوم، لسه والده من 40 يوم. انا عندي، انا حاسه بدخول اتاك، رجلي بدات تخدل وتتقل، ودورت هي على طول من نفسها من غير ما ترجع لي، دورت على الديبروفوست ناقصه مش لاقياها، هي لو كانت لقيت كانت خدت وما رجعتيش، لكن هي ولاش ما لقيتش فمتكلمني. الحق الموضوع ازاي؟ انا عندي عيال واصغر حد عنده 40 يوم. لوجيك قوي ان انا افكر في ايه؟ بوست بارتم ريلابس. This is very logic. بس انا سالتها الحقيقه كذا سؤال، لازم اي حد يجي في ريلابس نساله هذه الاسئله. نمره واحد، بقى لك قد ايه؟ هيكون اقل من 24 ساعه. هل يوجد عدوى او حراره؟ كان في بقى اي ستريس جامد، مجهود بدني زياده عن اللزوم؟ انت ساكنه كده موضوع تاني عشان تروح القصر العلمي ولا لا؟ مجهود بدني وعدوى في بنتي من فتره، حاجه اسمها اوبا فيروس، مش عارفه ايه اوبا فيروس ده، اوبا ادي منظر بنتها فايرال انفكشن، واعتقد انها معاديه لانها نقلت فيا وفخوها. يعني ستي دي لو كانت خدت ستيرويد كانت هتتبهدل، كانت هتتبهدل. ف this is very important يا جماعه، ما نستبرعش، واحنا كتير قوي بالتليفون اسال الاسئله دي، يا طب في حراره، في عدوى، في البلد كلها هتطلع. فالحمد لله قلت لها الحمد لله ربنا ستر ان ايه ما لقيتيش قلب تنفس. الكلام ده انا بقصد بيه كلام براكتيكال وابلايد ان يور ديلي براكتس. نيجي بقى للكلام النظري والكلام اللي احنا بتاع بقى التشخيص، الام اس اكوردنج تو ذا ماكدونالدز كرايتيريا. دي كرايتيريا اتعملت من 2001 2005 2010 2017، كل شويه بيديفلوب فيها لان كل شويه بنفهم اكتر في الام اس، وكل شويه بتيجي ادويه بنبقى عايزين نستفيد منها للعيان بتاعنا، ونبقى عايزين على قد ما نقدر نبتدي في الويندو اوف اوبورتونيتي. الانفلاميشن كل ما بدأ بدري في التشخيص ومن ثم في العلاج، انا بعمل ايه؟ انا بحسن او بسيب البرين ريزرفوار، وببتدي ان انا اقلل البروجريشن للايه، الديجنراتيف فيز. عشان كده كل شويه بيتجودوا فيها عشان يشخصوا العيان من اول لحظه. طبعا زي ما احنا عارفين من ايام البكالوريوس الام اس تو بي دايجنوز لازم دي اي اس اند دي اي تي، ديسيمينيشن ان سبيس اند ديسيمينيشن ان تايم. وديسيمينيشن ان سبيس يعني ايه؟ يعني اما ان انا الاقي كلينيكلي في العيان ساينز في كذا حته، مثلا عندي ساينز في كذا حته ما تتفسرش بمكان واحد. مثلا انا عندي هيميبليجيا في الستروك، بيحصل ايه؟ بيبقى عندي دي هيميبليجيا وهيميبوتيزيا، مظبوط؟ لكن الحقيقه دول حاجتين بس، they can be interpreted او can be localized by one lesion. لكن انا عندي هنا dissemination in space different signs which cannot be interpreted by one focal lesion. optic neuritis مع اتاكسيا مش حاجه تفسرها، تمام؟ dissemination ده غير طبعا ال dissemination in space اللي هنشوفه في الام ار اي، لان دلوقتي كله معتمد على diagnosis by ام ار اي، بس ما ننساش الكلينيكال الساينز اللي بشوفها دي في different areas مش مرتبطين ببعض بفوكال ليجن. اقدر ان انا اقول ده dissemination in space من الاكزامينشن بتاعي. dissemination in time يعني ايه؟ يعني ان انا جالي اتاك وبعد شويه جالي اتاك ثانيه، يبقى ان انا عندي dissemination in time، بس برضه بقولها حل فين؟ في الام ار اي. مهم جدا no better explanation exclude ام اس ماليكس، لان هنلاقي الحاجات دي موجوده في حاجات كتيره جدا في النيورولوجي، لكن لازم ان انا اتاكد ان البرزنتيشن ده كومباتبل مع الام اس ريجاردنج ذا ديموغرافي اوف ذا بيشنت، ذا ايج، وكمان السيمبتومز وشكل السيمبتومز، وبعدين ابص على الام ار اي. ادي كرايتيريا بتاعتنا بتاع 2010. خلاص بقى مش هنتكلم عليها دي بادمت خالص، لكن هنا هيهمني منها ان انا اتكلم على ايه؟ dissemination in space زي ما قلنا ممكن بكلينيكال اكزامينشن، ودلوقتي بنعتمد على ايه؟ بنعتمد على الام ار اي. عشان اقول انا عندي dissemination in space انا محتاج one at least one lesion in two different areas، يبقى انا محتاج على الاقل كام lesion؟ two lesions. بس لازم التو lesions دول يكونوا فين؟ واحد في حته واحد في حته ثانيه. يعني ايه؟ يعني عندي مثلا خمسه lesions في حته واحده يبقى ده ما فيش dissemination. تمام؟ تعالوا نشوف الحتت اللي هي ليها predilection في الام اس، المشهوره في الام اس. هو more than one lesion in two or four areas اللي هي البريفنتراكيلر زي ما احنا عارفين، الجوكستا كورتيكال اللي دلوقتي زي دخل عليها الكورتيكال في الماكرونز 2017، انفراتنتوري يعني بين ستم وسيريبلم اند سباينال كورد.
بص مش بس يا جماعه السايت بتاع الليجنز اللي يهمني، يعني انا ممكن الاقي فسفوسه قد كده في الفنتريكل، حته قد كده موجوده جوكستا كورتيك، الله هو جوكستا كورتيك، لا لازم المورفولوجي والفوليوم اوف ذا ليجن لازم دول يبقوا معايا، اما اس ليجن ليه شكل معين كريتيريا معين غير بس السايت، بيكون ايه شكله اوفولد ويل سيركمسكرايب مش فلافي كده ومنكوش هوموجينس، مهم جدا السايز بتاعه 3 مليمتر ليجن صغيره، لازم يكون ليجن كبير not consistent with vascular pattern. ادي شكل الام ار اي اللي احنا كلنا عارفينه، ادي هو periventricular ليجن، هي periventricular ليجن periventricular ليجن periventricular ليجن، ده مش هقول ان هو جوكستا كورتيكال لان هنا ادي جوكستا كورتيكال لازم يكون لازق في الكورتكس اهو، لكن ده مش لازق ده سب كورتيكال، تمام يا جماعه في سبيس بينه وبين الكورتكس. يقول لك عشان نسمي الليجن ده بيري فنتريكولر لازم يكون اباتنج ذا فنتريكل، يعني اباتنج يعني تاتشنج ذا فنتريكل زي ده، ده تيبيكال ليجن تاتشنج ذا فنتريكل، تيبيكال ليجن تاتشنج ذا فنتريكل. طيب الحقيقه بقى ده سؤال انا سالته لحد من الناس اللي هي جامده جدا في الراديولوجي، قلت له احنا بنشوف احيانا ليجنز موجوده تيبيكال باترن اوف ام اس من حيث المورفولوجي والسايز، بس مش موجوده تاتشنج ذا فنتريكل، موجوده اند ديب وايت ماتر. قال لي ساعتها بتوايمي اكوردنج تو ذا كلينيك، تمام، فممكن ما الاقيهاش تاتشنج لكن ستيل ممكن ان انا اكونسيدر ان هي طالما الباترن بتاعها ماشي مع الام اس مورفولوجي ممكن امشيها في اطار طبعا البرزنتيشن. دي يا جماعه حاجه حلوه جدا اسمها جوكستا كورتيكال ليجن، دي بقى تاتشنج ذا كورتكس اهي، وعملت عامله حاجه كمان اسمها يو شيبت فايبرز، دي كاركترستيك للام اس ما بتحصلش في الفاسكولر، الفاسكولر ما بيبقاش كده يو شيب فايبرز بالطريقه دي، ده تيبيكال اوف ام اس ليجن. ادي عندي بري اللي عندي انفرا تنتوريال ليجن جاي لي ليجن في البانس، عندي هنا طبعا ذا سيرفايكال ليجن موجود، ومن الحاجات اللي بنصحكم بيها دايما لما نيجي نطلب ام ار اي imaging نطلب الام ار اي اوف ذا سيرفايكال سباين بحاجه اسمها ستير سيكونس اس تي اي ار ستير سيكونس تي 2 اوكي بتبين بس احسن منها الستير كتير قوي، برضه لو شفتوا معايا بنلاقي انه في الوحده بنلاقي انه في عندي تي 2 مش مبينه حاجه، ونيجي للستير اوبا الليجن بيبان. فبليز يا جماعه يو براكتس اسك فور ام ار اي سباينال كورد وذ تي 2 اند ستير ساجيتال كات، نفس المنظر اللي هو عندنا ده تيبيكال بقى الفيجن بتاع الام ار اي اوف ذا اي اوف ذا ام اس اللي هو بيكون دورسو لاترال زي ما احنا شايفين كده، مش واخد كل السيركمفرنس زي الان ام او. ايه المنظر ده؟ ده المنظر بتاع البيري فنتريكولار ليجنز يس بس ان ذا ساجيتال سكشن اللي اسمها داوسونز فينجرز تيبيكال اوف ام اس بس مش باثوجنومونيك، يعني تيبيكال بس مش باثوجنومونيك، تمام يا جماعه؟ ما ننساش حاجه ثانيه مهمه، وانا ببص على الام ار اي صحيح بس هنا على الليجنز على مكانها على عددها، لكن لازم ابص على الامبريشن بتاعي عن البرين اللي هو الفوليوم اوف البرين، يعني حاجات احيانا بتبقى واضحه مش محتاجه حتى فوليومتري، يعني واحد زي ده اكيد واضح قوي انه غير ده، واضح ان انا عندي هنا السلساي لسه بكرها شويه لكن هنا عندي السلساي مفتحه، انا عندي هنا منظر الفنتركلز هنا شايفين الحجم شايفين هنا، ده مش محتاج بصراحه قياس حاجه بالعين المجرده، عشان لما يجي لي عيان لسه جاي لي من اولها بالمنظر ده لازم احطه على هاي افكاسي تريتمنت اجريسيف ثيرابي، لانه ده خلاص ده فقد كتير حتى لو كان سايلنتلي، فنخلي بالنا جدا من منظر الام ار اي والبرين اتروفي اللي موجود، وطبعا ما ننساش القصه بتاعت البلاك هول. ده فيما يتعلق بالمورفولوجي والسايت والديسيمينيشن ان سبيس اوف ذا ام ار اي كريتيريا بتاعت الام اس. طيب الديسيمينيشن ان تايم ده هعرفه ازاي بقى؟ ده لازم يجي له اتاك تاني عشان اقول ده خلاص داخل في حاجه اسمها كلينيكالي ديفينيت ام اس، يعني ايه كلينيكالي ديفينيت؟ يعني هو كان اتاك واحده عشان اقول ان هو كلينيكالي لازم يبقى اتاك تاني لو كلينيكال. طيب انا على فكره مش هستنى ما العيان يجي له اتاك تاني عشان اقول والله ده بقى كلينيكالي ديفينيت ام اس، احنا ممكن نطلع الديسيمينيشن ان تايم من الام ار اي ازاي؟ في 2010 قالوا هنعمل الاتي، هنشوف هندي العيان ده كونتراست، لو في ليجنز اخدت وليجنز ما اخدتش معنى كده ان هم عندهم ديفرنت ايجز، معنى كده انا كان عندي ليجنز قديمه وبقى في ليجنز جديده، يبقى انا عندي ديسيمينيشن ان
تايم بس بالراديولوجي. شكرا جدا. اللي حصل في البراكتس ان احنا كتير قوي بندي كونتراست ومش بنلاقي ان انا عندي كل الليجنز واحده والليجنز واحده، ما بقدرش احقق فيها ديسيمينيشن ان تايم. فعشان كده عملوا الكرايتيريا الجديده 2017 قالوا لا خلاص احنا هنعتمد على السي اس اف. يبقى لو عندي ليجنز اخذت كونتراست وما اخذتش هعتبره ان ديسيمينيشن ان تايم، بلس لو الليجنز ما اخذتش كونتراست خالص وكلها نفس الباترن ولقيت سي اس اف اوليجوكلونال باند بوزيتيف هحطه انه ايرلي ام اس حتى لو ما حصلوش انذر ريلابس. اوكي، لكن لو دخل في انذر ريلابس هنسميه بقى خلاص كلينيكالي ديفينيت ام اس. لكن اما بلاقي ديسيمينيشن ان تايم في الام ار اي ده اسمه ام اس او ايرلي ام اس او ماكدونالدز ام اس، انذر ريلابس كلينيكالي ديفينيت ام اس. حاجه ثانيه، افرض ان انا طب ما خدتش كونتراست بس انا عملت الام ار اي مثلا بعد اسبوع لقيت فيه نيو ليجنز، يبقى يعتبر ديسيمينيشن ان تايم حتى لو ما كانش عندي اتاك. يبقى في ثلاث حاجات بتقول لي ديسيمينيشن ان تايم. نمبر 1 الراديولوجي، نمبر 1 نقول كونتراست انهانسد ليجنز اند نون كونتراست انهانسد ليجنز في نفس الوقت. نمبر 2 لو انا عملت ام ار اي فولو اب جديد بعد اي وقت ولقيت نيو ليجنز ظهرت عندي ده ديسيمينيشن ان تايم حتى لو ما عنديش كلينيكال سيمبتوم. نمبر 3 كريتيريا جديده بتاعت ماكدونالدز 2017 وجود اوليجوكلونال باند بوزيتيف، بيدخلني على طول في الام اس. ايه المنظر ده؟ ده المنظر بتاع تي، ده فلير سيكونس، وعندي هنا هو ادي الليجنز موجوده سبيريفنتريكولار ليجنز جميله جدا. رحنا عملنا كونتراست ده في تي 1 1 ليجن اخذ الكونتراست، بقى في عندي هنا ديسيمينيشن ان ايه in time، لان عندي الليجن ده وده ما خدش لكن ده بس اللي اخذ كونتراست. ده الماكرونس خلاص اتفقنا عليها ماكرونس 2017، دخلنا فيها ال سي اس اف انه بيقول لي اذا كان في ديسيمينيشن ان تايم ولا لا، وحطينا جوكستا كورتيكال مع كورتيكال ليجنز، وربنا الكورتيكال ليجنز بنشوفها اكتر في حاجه اسمها دبل انفيرجن ريكفري او دي اي ار اللي هو بيوريني اكتر الكورتيكال ليجنز. ده فيما يتعلق ب الريلابسنج ريماتنج ام اس. What about the progressive MS؟ الـ SPMS ملوش كريتيريا، يعني محتاس وحالته بالبلا الأزرق، واتكلمنا عليه في محاضرة قبل كده. الـ PPMS ليه كريتيريا. Primary progressive MS اللي هو بتدي قلنا إيه gradual onset. تعالوا نشوف كده إيه كريتيريا بتاعته. قال لك أنا محتاجة 1 year of disease progression يا إما retrospectively يا إما prospectively، يعني العيان أفضل ماشي معاه سنة عشان أشخصه وبتاع، يعني طول ما أنا ماشية بقى يعني عمال يتكحل قدامي قولوا لا أنت مش كيدي لغاية لما تكمل السنة. which is not logic. لان حتى دلوقتي progression ما بتكلموا على ان احنا we can diagnose progression من بعد 3 شهور of continuous confirmed progression. لكن ماكدونالدز بيقول ان انا سنة يا اما كان بيديفلوب بيبروجرس بقاله سنة يا اما بيبروجرس قدامي لمدة سنة. ده clinically. plus يبقى ده اساسي progressive course. ده منطقي جدا. plus 2 of 3 of the following criteria. 2 من 3. يا اما يكون عندي typical MRI of MS the dissemination بتاعه in space الكلام اللي احنا قلناه، يا اما يكون عندي spinal cord lesions 2 lesions or more. محتاجه كام lesion في spinal cord؟ 2 lesions or more. يا اما يكون عندي positive CSF. قال لك 2 من 3. يعني ايه 2 من 3؟ يعني ممكن يكون عندي gradual progressive وعندي ال MRI brain normal لكن عندي cervical spinal cord فيه 2 lesions وعندي CSF positive. يبقى اذا في البروجريسيف ام اس لا يشترط وجود برين ام ار اي بوزيتيف. ده مهم يا جماعه، وده بيفكرنا بايام اساتذتنا زمان اما كان يقول لك البروجريسيف ام اس ده اسمه سباينال ام اس، وكانه ممكن يجي في السباينال كود وتغاضى عن وجود ليجنز في الام ار اي اوف ذا برين. ده بيقول لك قيمه الاكسبرت اوبينيون فعلا، يعني ده كان من اساتذتنا قبل الماكدونالدز كريتيريا. طيب انا هبقول لكم الجايب لكم كذا ايمجينج عشان اقول لكم يا جماعه It's not only about MRI. مش حاجة اسمها كده. Demography, phenotype of the patient, clinical symptoms compatible مع الـ MS, ثم الـ MRI. أهو أدي أهو عندي lesions أهي. يا ترى lesions دي تمشي MS ولا تمشيش MS؟ على فكرة lesions دي تمشي قبل إنه عنده advanced MS جدا. أهو وperiventricular أهوت وperpendicular أهوت يعني تمام. إيه بقى؟ العيان ده عنده 70 سنة يا جماعة. يبقى ده leukencephalopathy. يبقى الـ age هنا مهم. العيان ده أهو جميل وجايب بهدك وعنده بانكتيت ليجنز اهو، يقول لك ده تيبيكال الريبورت ده اوف ام اس. يا جماعه ده بانكتيت ليجنز والبرزنتيشن بتاعه عامل ازاي؟ انه عنده مايجرين. يبقى ده مايجرين.
وهكذا وهكذا بقى ادي. يبقى مش كل بليكس تعتبر كده. ده ايه ده؟ ده سيريبرال فاسكولايتس اهو، والليجن جاي فين؟ جاي اهو. ده تيبيكال بريفنتريكل اباتنج ذا فنتريكل اهو تيبيكال، بس زي ما اتفقنا كلينيكال سيمبتومز. ده ايه ده؟ ده سيستميك لوبس، ده سي ان اس لينفوما. فاهمين يا جماعه؟ فديس از فيري امبورتنت. ده نيوساركيدوزس، ده واخد كونتراست، ودوت المنينجال انهانسمنت والمنظر بتاعه اللي هو بقى ويذن بين ذا صلصال. ايه ده؟ ده نيورو باست، الليجنز بتاعته شكلها كده كبير ومكعب. ايه ده؟ حاجه ثانيه اهو، ده اتش اي في، وهكذا. فالقصه في الاخر هاف تو وي القصه، وان انا لو لقيت انه في داعي ان انا اكسكلود اذر ميمكس وي هاف تو دو ذس. في عندي مش بس الام ار اي، عندي في نون نيورولوجيكال نون راديولوجيكال انفستيجيشنز. مين اهمهم؟ سي اس اف اناليسيس. وسي اس اف الدكتوره نرمين هتدينا في محاضره رائعه، هي يعني ملكه السي اس اف في القصر العيني، فهتدينا في محاضره ان شاء الله. ببص على اوجو كونال بانز، على الاي جي جي اندكس، ببص على السيلز. والسيلز اهميتها ايه؟ السيلز اهميتها انها لو شاكه في حاجه زي ان ام او بيبقى في سيلز عاليه مش موجوده في الام اس مور ذان 50. طب ده منظر اوليجو كلونال بانز، يعني ناخد فكره كده. ده نورمال، نورمال تحت هنا. في حاجه مهمه يا جماعه، ان انا ما بعمل اوليجو كلونال بانز في السي اس اف، انا لازم اعمل قدامها في السيرم. ليه؟ لان انا باخد عينه من السيرم وعينه من السي اس اف، وبقارن. انا عندي هنا امينوجلوبولينز وعن هنا امينوجلوبولينز، ابتدي ان انا اقارن دول بدول. فيقول لك والله انا عندي الباترن اللي موجود في السي اس اف مش متكرر في السيرم، معنى كده انه حاجه لا، ده سي ان اس باثولوجي، الباثولوجي حصل بس في السي ان اس، فعشان كده لازم نقارنه. ده انا عندي هنا مفيش بليكس، بدات هنا سوري مفيش هنا بانز، لقيت هنا بقى شايفين 111 مالتيبل بانز موجوده، ده بوزيتيف اوليجوكلونال باندنج. لو انا عايز اعمل سي اس اف اناليسيز، هل العيان لازم يكون يعني يكون اوف ثيرويد ولا لا؟ اختلفت الاقاويل، لكن في الاخر الستاديز المختلفه قالت على فكره يا جماعه، لو انا عملت عيان اخذ ستيرويدز حتى لو اي في ام بي، وعملت بعدها السي اس اف اوليجوكلونال باندز، مش مفروض يقلب سيرو نيجاتيف، يعني مش بيأثر على البوزيتيفيتي اوف ذا اوليجوكلونال باندز. خلاص؟ فلو حتى عيان مش لاحق تعمل له سي اس اف قبل ما ياخد، العيان جاي لك باللابس دلوقتي مش لاحق تعمل له سي اس اف وكده، خلاص عالجه وبعدين اعمل له بعدها بشويه على طول، مش مشكله الاوليجوكلونال باندز سي اس اف. لكن لو انت شاكك انه حاجه زي ان ام او والان ده ولا ده، يبقى لازم تعمل قبل الاي في ام بي واي في مثال بريدنيزولون، لانه السيلز الانفلاماتوري سيلز بتقل بالاي في ام بي، فهيقوم يمستس. فديبانز انت عايز تشوف ايه. انت العين ده لا مطمن ان هو ام اس، يبقى ممكن تعمل تبص على اوجر كورنر بانز. العين ده مطمن ان هو السيلز، يبقى لازم قبل ما ياخد الاي في ام بي. ايفوك بوتنشلز، طبعا الفيجوال ايفوك بوتنشل حتى لو العيان ما عندوش اوبتيك نيورايتس، لانه ده من الحاجات اللي بتبين لي سب كلينيكال افكشن اوف ذا اوبتيك نيرف. فالعين ما يكونش عنده افكشن، تيجي تعمل له في اي بي، يقعد على التشيكر بورد ويقعد وتسجل الليتنسي، تلاقي الليتنسي متاخره متاخره. احنا قلنا الليتنسي نورمال من 80 ل 120، فبتكلم على ان انا عندي ديلي ليتنسي على حسب المعمل، يعني على حسب النيوروفسيولوجي لاب. في يقول لك الكات اوف 117، الكات اوف بتختلف من لاب للاب، ما اقدرش انا اقول لك دلوقتي والله اكثر من كذا يعتبر ديلي. ده بيبقى ريفرنس بتاع النيوروفسيولوجي لاب وال الستاندرد بوزيشن بتاعه. بس بنتكلم بيني وبينكم في 117، اكتر من 117 ممكن ان انا اقول ان انا عندي ديلي ليتنسي. بيبقى 75% يا جماعه بوزيتيف ديلي ليتنسي في العيانين حتى اللي عندهم اوبتيكرايتس. فديس از فيري امبورتنت، يعني يجي بعد كده اقل في في السبيسيفيسيتي او في السنسيتيفيتي بتاع الصفه. البرين ستيل ايفوك بوتنشال حوالي 67%، وما بقيناش نعمله قوي الحقيقه، يعني دلوقتي بقى الاعتماد اكتر على الفي اي بي. الاو سي تي الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، والاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي ده بيتعمل از بريدكتور مش قوي للدايجنوزس، ولكن عشان يديني فكره لو لقيت مثلا النيرف الريتينال نيرف فايبر لاير وقيقه شويه بيديني انديكيشن ان عندي ايه نيرف سيلز فيها مشكله، معنى كده ان الجري ماتر بتاعتي فيها مشكله، معنى كده اللي عندها برون اكتر للبروجريشن. وما ننساش ان انا عندي الاو سي تي بتعمل على الريتينال نيرف فايبر لاير وبتعمل على الماكيولا. حاجه واحده الماكيولا ده عشان نشوف في ماكيولا قديمه زي اللي بندي فيها تين بوليمون مثلا. في الاخر for the proper diagnosis، مش الاخر قوي لسه في حاجات، for the proper diagnosis of MS بنتكلم على demographic criteria، باكد عليها جدا.
associated signs عشان خاطر ان انا اكسكلود كوموربيديتي كده ولا حاجه جوينت بينز رينوس فينومينا جوينت سويلنج مالر فلاش تمام اكسترز جينيتال اكسترز ابتدي ان انا اشوف ايه الحاجات اللي موجوده مع العين لو اكسكلود باس هيستوري اند كوموربيديتيز العين ده صحيح سنه صغير بس عنده اي اف ما ينفعش افكر في ام اس وانا عندي لا عنده سنه صغير بس عنده هايبرتنشن ودايبيتس فلازم ان انا اقيم الموضوع بشكل منطقي ثم بعد ما انا اطمنت العيان ده غالبا ممكن اعمل له الام ار اي واعتمد على الام ار اي بتاعه بعد كده ولازم الام ار اي تعمل برين اند سيرفايكال كود ممكن كمان حبذا نعمل دورسال سباينال كود بس لو الدنيا كده لازم اعمل مانداتوري على السيرفايكال سباين وقلنا احسن اعملها بايه بالمستر سيكونس مع التيتو ايه بقى كورسز اوف بي ام اس اند فينو تايبس اوف ام اس انا عندي ريجيولوجيكلي اسوليتد سيندروم وده الحقيقه ما قالوا لا ده مش هنحطه تبع الام اس فينو تايبس مش محطوط كده الار اي اس اللي هو العيان يجي بسمتم زي هادج زي ابيليبسي تيجي تعمل الامجين تلاقيه تيبيكال ام اس بنحط ار اي اس ولسه ما قلناش ده هياخد علاج ولا لا بيتعالج سيمتوماتيكلي فقط بعد كده بنتكلم على السي اي اس اللي هو كلينيكلي اسوليتد سيندروم اللي هو العيان جاي لك بسمتم كومباتبل مع الام اس ايذر بولي سيمتوماتيك او مونو سيمتوماتيك ولكن لم يحقق الديستيميشن ان ايه ان تايم يعني او ان سبيس ده او ده يعني جاي مثلا بمالتيبل ليجنز موجوده بري فنتريكولر بس تمام وعنده اوبتيك نيورايتس وعنده بوزيتيف اوليكلونال بانز طب ما ده حقق الديستيميشن ان ايه ان تايم لكن ان سبيس ما حققش ده عنده ليجنز موجوده في حته واحده بس تمام وهكذا فالسي اي اس يشمل تاني ان انا ممكن يبقى عندي سيمتوم اوكي كومباتبل مع الام اس ما حققش ديستيميشن ان سبيس او ما حققش ديستيميشن ان تايم في الحاله دي بحط ان هو سي اي اس بعد كده طبعا ده ريلاكسنج ليميتنج ده اس بي ام اس اند ذا بي بي ام اس وادي الكورسز بتاعتنا يا اما كومبليت ريكفري يا اما ان كومبليت ريكفري بيحصل عندي ده ريلاكس اسوشيتد بيرسنينج هنا المنطقه الحساسه اللي بيحصل فيها احنا لسه مش عارفينها امتى السنسيتيف بوينت دي اللي بيحصل فيها الترانزيشن من الار ار لغايه البروجريسيف سكند بروجريسيف اللي اسمها ذا بروجريشن اندبندنت اوف ريلابس اكتيفيتي ممكن يبقى في عندي اكتيفيتي اون توب دورينج ذا بروجريشن يبقى ده اسمه اكتيف اس بي ام اس ادي البي بي ام اس البروجريسيف فروم ذا فيري ستارت وادي عندي الاكتيف بروجريسيف اللي هو بيبروجريس ومعاه ريلابسز اون توب طيب انا عندي في بريدكتورز للباد بروجنوزز اوف العيان ده اللي احنا عاملين نفكر فيه طول الوقت انا هبتدي باي افكاسي هبتدي ببلاتفورم ثيرابي او اللي هي فيرست لاين ثيرابي هتكون في اندكشن هعمل فيه العيان ده يديبند على البوادر بتاعت العيان ده يقول لك الجواب يبان من عنوانه السكه بتبان ما عندناش كونسنسس 100% على حاجه واحده ولكن عندي حاجات بتقول لي العيان ده ماشي في اي سكه اولدر ايجد انسيت لان اولدر ايجد انسيت بيقول لي ايه بيقول لي ان انا بدات استنفذ ان الايجنج الحاجات بتديجنريت والريزرفوار بتاعتنا بتقل اللي بيجي له اولدر ايجد انسيت معنى كده ان فقد جزء من البرين ريزرفوار اصلا بحكم السن معنى كده ان هو الريكفري بتاعته هتبقى اسوأ معنى كده ان عرضه اكتر يدخل في اس بي ام اس الانيشال بروجريسيف كورس من اول العيان ده داخل في سكه بروجريسيف ده طبعا وعيته بيضاء ميل جندر الميل بيبقى برضه بنشوف الفيميلز بيتبهدلوا بس الميل برضه يبقى انا بحطها في الوزن بتاعي كوجنيتيف امبيرمنت ايرلي عشان كده مهم ان احنا نسال ونعسس ورا كده طبعا اللونج تراكس اللي هي تحديدا الموتوريك او سيريبيلر او سفنتريك جوتها بيقول لي لا السكه مش حلوه الانكمبليت ريكفري العيان ده من اولها بدا ياكيميليت ديزابيلتي لا يبقى ده من اولها كده سكته مش حلوه شورت تايم تو سكند ايبيسود العيان ده جاله تو اتاكس ويذين 1 يير لا يا جماعه خلي بالنا ده 6 شهور وجاله اتاك ثاني ده شهرين وجاله اتاك ثاني يبقى ده هايلي اكتيف ديزيز الانترفال فور اونست لي دي اس 4 ده العيان وصل ديزابيلتي عاليه فده بيقول لي كله ان انا في سكه الايه بروجريشن ده بقى العيان ده يتمسك من الاول لو انا لقيت كده وياخد هاي افكتي ثيرابي مش هقول له لا استنى هديك الاول البلاتفورم ثيرابي ولو ما جالك اتاك يكون بقى هو مجاله اتاك يكون عمال يبروجرس واحنا مش جايين ده اللوبلين كلاسيفيكيشن مين لوبلين ده لوبلين ده راجل عظيم جدا ومن الناس اللي قعدت تحط لنا كلاسيفيكيشن القديم اللي احنا قلناه ده بتاع لوبلين اللي هو بتاع كان بتاع سنه 2006 1996 تمام عمل قال طب احنا دلوقتي في اطار الادويه الجديده واطار المنظور بتاعنا المختلف للام اس ما هنعمل تقسيمه جديده وفعلا عمل تقسيمه في 2013 انه حط لنا الام اس از اكتف وان اكتف قال ايه قال انا دلوقتي هحط ريلاكسنج ريميتنج دوت هحطه ان هو يكون اول حاجه فيه فول ريكفري اللي احنا قلناها من شويه او قلنا اللي يكون فيه عندي ريلاكس اسوشيتد بيرسنينج
ده اللي هو سوري ده القديم. الجديد بقى اللي هو 2018 قال انا هحطه بقى سي اي اس هدخله معايا وهقول نوت اكتف. يعني جاله اتاك وخلص على كده مفيش حاجه. لا بيتلاقي في ديفلوبمنت في الام ار اي بيحصل فيها بروجريشن او ديفلوبمنت اوف نيو ليجنز ولا انهانسنج ليجنز. هو جاله اتاك وسكت. يا اما يكون اكتف والاكتف ده على طول هيدخل في كاتيجوري بتاعه الار ار. احنا لسه قايلين اول ما يجي له اتاك ثاني يبقى كلينيكلي ديفلوبت او لو حصل ام ار اي بروجريشن يبقى على طول دخل في ديسيميشن ان سبيس سوري ان تايم يبقى برضه دخل في الار ار ام اس. وحط لك الار ار ام اس اجين نوت اكتف دي اكتف. يعني ايه؟ يعني ده جاله 2 3 اتاكس وخلاص وقف على كده ما بيحصلوش حاجه دلوقتي ثاني بدائين اكتف ولا الام اي بتاعه بيبروجريس بيورينا ليجنز كتير. يا اما يكون اكتف بعدين وده طبعا الموست كومن باترن اللي احنا بنشوفه الباترنز السعيد اللي هو العيان سي اي اس ويفضل ما يجيلوش حاجه ثانيه ده حظه سعيد جدا. والار ار اللي هو برضه بيقف مش بنشوفه كتير بس اس ا كلاسيفيكيشن. ده البروجريسيف ام اس. بدا يقول لي البروجريسيف ام اس ما حطناش بقى اس بي وبي بي ال لا ده بروجريسيف كده ان جنرال. بروجريسيف ده ثاني يا اما يكون بروجريسيف اكيوميليشن اوف ديسابيليتي فروم ذا اونست يا اما بيكون بروجريسيف اكيوميليشن اوف ديسابيليتي افتر ريلابسنج كورس. وبدا برضه يقول ده اكتف ويذ بروجريشن. يعني ايه اكتف ويذ بروجريشن؟ اكتف دي عملت له يعني شغلانه. اكتف يعني انا بروجريشن زي ما شفنا من شويه وبيجي لي انا بيبروجريس خلاص وذر بي بي او اس بي بس بيجي له ريلابس اون توب. او ممكن يكون بيحصل له برضه اكتيفيتي اند ام ار اي. لا ده جاله انهانسنج ليجن يبقى الانفلاماتوري بروسيس شغاله. ده جاله نيو ليجنز انا عندي انفلاماتوري بروسيس شغاله. والحقيقه بقى يا جماعه ده اهم واحد في البروجريسيف. ليه؟ ده اللي فيه لسه الرمق، ده اللي فيه الامل، ده اللي انا ممكن ادخل عليه بعلاج فابتدي ان انا افرمله، ابتدي ان انا حتى احسنه. وعشان كده كل الادويه دلوقتي اللي هي في البروجريسيف مكتوبه فور ايه؟ اكتف بروجريسيف ام اس، اوكليزوماب اكتف بروجريسيف، الاكتف بروجريسيف بي بي، السيبوني مود اكتف بروجريسيف اكتف اس بي ام اس. لان هم دول بيشتغلوا على حاجات اوتو اميون انفلاماتوري فمحتاجين يبقى في اكتيفيتي ان ذا ديزيز. وفي حتى دول زي مثلا امريكا بتحط الاكتف اس بي ام اس تبع الار ار، يقول لك انه ده في اكتيفيتي لسه كانه لسه كانه كلاس من الار ار. فعشان كده ده اهم نوع في البي في البي بي ام اس او في الاس بي ام اس اللي ممكن يبقى فيه الرمق واقدر ان انا الحقه. بعد كده عندي اكتف وداوت بروجريشن. يعني ايه؟ يعني والله ده كان بيبروجريس في الاول وبعدين وقف البروجريشن وبدا يجي له اتاكس مش بنشوفه كتير بس هو باتر نوت اكتف بات وذ بروجريشن. ده بنشوفه كتير طبعا، ده بنشوفه كتير. ده عاده يبقى من اسوء الحاجات اللي مدخل خلاص في الديجنريتيف فيز. اوكي ده خلاص بيبروجريس بس ما عنديش حاجه، خلاص هو عمال يبروجريس، لا عندي ام ار اي جديده ولا عندي ريلابسز. فمعنى كده الانفلاماتوري ستيج دي تبقى بالنسبه لي محبطه جدا لانه انا بحس ان انا خلاص اي لاست ده انفلاماتوري ستيج واي لاست اي حاجه اقدر ان انا اعملها تو سبسايد الانفلاميشن. نوت اكتف اند ويزاوت بروجريشن ده ستيبل. وده بنشوفه كتير بقى فين؟ في السبعات، العين اللي عنده اي دي اس اس 7 ده خلاص تحس انه قاعد على الكرسي وخلاص على كده جاب اخره، لا بيبروجريس ولا بيجي له اتاكس. دي انواع النيو فينوتايبس اوف بلوبلين 2013. ده نفس الكلام سي اي اس خلاص اتكلمنا عليه. طيب انا دلوقتي جالي عيان عنده سي اي اس وانا مش عارف او جاله فيرست اتاك، وحتى لو كان مش سي اي اس كان ايرلي ام اس فيرست اتاك بوزيتيف سي اس اف مثلا، وعايز اشوف في ديسيميشن ان سبيس بالام ار اي وعايز اعرف هيجي له انذر اتاك ولا لا. دي بريدكتس اوف كونفرجن تو سي دي ام اس اللي هو اسمه كلينيكالي ديفينيت ام اس. ديموغرافيك تاني مهمه جدا كلينيكال وراديولوجيكال وسي اس اف. تعالوا نشوف الديموغرافيك والكلينيكال. الفيميل جندر، الفيميل بيبقى عندها الاوتو اميون بروسيس اعلى وارد ان هي تتحول اكتر للسي دي ام اس او كلينيكال ديفينيت ام اس. يانجر ايج، الاولدر ايج كان اسوشيتد مع ايه؟ بوسيبيليتي اوف بروجريشن. اليانجر ايج اسوشيتد مع بوسيبيليتي اوف ايه؟ اوف رابيد كونفرجن للسي دي ام اس. ليه؟ انا لسه عندي الاميون سيستم بخيره، لسه ده هيأكيموليت قد كده، لسه شغال بعنفوانه. فيرست ريليتيف اوف ام اس دايما الحاجات اللي بيبقى فيه عندي عيان ايبيليبسي. لو عيان جاله عنده فيرست اتاك اوف ايبيليبسي مثلا وعنده قريب وبيجي له ايبيليبسي يبقى انا هشك ان هو غالبا هيقلب هيجي له انذر اتاك. نفس القصه في الام اس، لو عنده فيرست ريليتيف يعني ايه اب او ام غالبا هيقلب بسي دي ام اس. نفس القصه ديليت الانكمبليت ريكفري، لا ده من اولها رايق، من اولها ريزرفوار عندنا مش شغال حلو في ديزابيليتي ده غالبا هيدخل فيه انذر اتاك. كونت امبيرمنت ايرلي برضه موت وسبنتريك برضه بشوفهم في الاول ببقى قلقان، لكن حاجه سنسري اوبتيك نورايتس من الحاجات اللي ممكن تقول لي لا العيان ده ممكن احتمال انه يقلب مش اعلى حاجه. بولي سيمتوماتيك انست جاي له كذا حاجه مع بعض من الاول غالبا ده الهجمه بتاعته جامده غالبا ده هيقلب. سيجرت سموكينج ودي قلناها في الاول خالص. ريديولوجيكال بريدكتورز
قال لك ايه من اولها كده يعني اكيد هاي ليجن نود، يعني صعب ان انا الاقي مثلا 1 ليجن ولا 2 ليجن صغيرين كده في حتتين واقول لك ده غير. حتى لو يعني لو انا عندي عيان ده مالتيبل ليجنز وحتى مش انهانسنج يعني ما عنديش فيها ديسيميشن ان تايم، لكن عندي 10 ليجنز ده لازم ابدا له علاج، لازم ابدا له علاج حتى لو سي اس اف نيجاتيف انه عنده هاي ليجن لود. وبعد ما عملوا ستاديز لقوا انه ذا موست امبورتنت بريدكتور اوف كونفرجن تو سي دي ام اس از ليجن لود اون ذا ام ار اي، فده مهم جدا. كوربس كالوزا ليجنز بوستيريور فوست ليجنز برضه دي حته خطيره ما تيجي تقلق، لا ده العيان غالبا هيقلب وغالبا البريدكتورز بتاعته مش حلوه. سباينال كورد ليجنز بيري فنتريكولار ليجنز ده العادي، بلاك هولز، بلاك هولز ده اوريدي عنده لص حاصل. كورتيكال ليجنز ده كله كلام فيري فيري لوجيك بايولوجيكال، قال لك وجود بوزيتيف اوليك كلونال باند بتعلي جدا نسبه احتمال حدوث كونفرجن للسي دي ام اس، سبيشالي بقى لو حطينا معاها كمان ايه مور ذان 9 تي 2 ليجنز. بيقول لك ات 2 ييرز يبقى عندي احتمال ان حوالي 60% يقلب كلينيكالي ديفينيت، وبعد 5 سنين غالبا بيبقى 85% ممكن يقلب. فعندي الكومبينيشن دي مور ذان 10-9 ليجنز، بس دلوقتي خلاص لو بوزيتيف سي اس اف والليجنز الموجوده مثلا فيها ديسيميشن ان سبيس، فالعيان ده هيدخل في كاتيجوري الام اس ولازم نبتدي علاج. لكن بقى اون ذا اذر سايد لو عندي اوليجوكلونال باند نيجاتيف وعندي بقى كيو ليجنز او ما فيش ليجن يعني سي اي اس كده جميله، فالعيان ده بيبقى عنده بوسيبيليتي اوف كونفرجن 30%. How to assess the disease severity؟ احنا عارفين طبعا المقياس الشهير اللي هو اسمه Expanded Disability Status Scale EDSS، بنأسس بيه ايه؟ بالترتيب، عشان دكتورة مروة فنغلي لو قلنا مش بالترتيب هتشرح ورانا. Visual, Brainstem, Pyramidal, Cerebellar, Sensory, B&B, Bladder and Bowel ما ننساهاش، Cerebral و Ambulation. الambulation دخلت الـ Upgrading بتاع الـ EDSS، والـ EDSS بقى اسمه الوقت Neuro Status. في الاخر انا بعمل سكور من 0 ل 10، وينفع حد عنده ام اس يبقى عنده سكور اوف 0 على فكره بنلاقي لا عنده ولا ساينز ولا عنده سيمبتومز مبدئيا كده. الاي دي اس قصه كبيره ممكن الدكتوره مروه تشرحها لنا ان شاء الله كورك شوب منفصله، لكن بالبلدي كده 0 ما عندوش اي حاجه نورمال لا ساينز ولا سيمبتومز، واحد عنده ساينز فقط هايبر ريفلكسيا اكسنتر بلانتر تمبرا بالور، لكن ما عندوش سيمبتومز خالص، وده هياخد واحد. اثنين بتكلم على انه العيان بدا يشتكي بس بارامتر واحد بس، لكن انا بتكلم بقى ما بينهما بقى من اثنين لغايه اربعه، ده بقى كومبينيشنز اوف ديفرنت سيمبتومز بطريقه معينه في الحساب بتاعها. لكن احنا بنعتمد بشكل كبير جدا جدا على الامبيوليشن من اول اي دي اس اس اربعه، ببتدي ان انا احسب العيان يمشي قد ايه. عشان كده اي ارجي از دكتورز تو اسك يور بيشنتس ان هم يجوا بارقام بيمشوا قد ايه، يعني ايه بيمشوا قد ايه؟ انت في العياده معلش مش هتعمل له مشي 500 متر مستحيل، فهنعمل ايه؟ نقول له انت جاي هتعرف انا مشيت كام متر. دلوقتي ببساطه شديده جدا عندك الموبايل عليه ابلكيشن اللي هو بيقول لك انا مشيت قد ايه مسافه، كل مره يجي لك يقول لك انا مشيت كام متر من غير ما اقف. المسافه اللي ذا ماكسيمم ديستنس ذا بيشنت كان ووك ويذ اوت ايرج تو ستوب، يعني خلاص العيان ده بتاع اللي هو بيجي يقول لك انا مش قادر خلاص مش قادر لازم اقعد، يقعد يريح بينتخ ويقعد شويه على بال بقى ما يبتدي يقوم تاني ياخد له شويه كتير. تمام، فده اللي بنحسبها. طول ما العيان بيمشي معايا كويس بيمشي اكتر من 500 متر فريلي ذس از فيري جود بالنسبه لي، ده معناه انديكيشن كويس. خلوا بالكم من حاجه فيه اللي هو سايلنت بروجريشن، العيان ما بيجيلوش اتاكس لكن بيورسن جراديولي، عشان تلقطها لازم يبقى في عندك اوبجكتيف بارامتر، اهم اوبجكتيف بارامتر الجيت ديستنس الوكينج ديستنس بتاعته. فإن مثلا عندي أربعة بيمشي 500 متر وأكتر بس برضو في عنده limitation، ده اسمه freely ambulatory بس ده لسه عنده limitation، ما ده شيء العادي إن الواحد اسمه unrestricted يمشي زي ما هو عايز كام 3 كيلو ربنا ادينا الصحة يعني. لكن لو بدأ يبقى الـ walking distance بتاعته ما تبقاش بنفس العادي إن هو يمشي من غير ما يتعب، لا ساعتها هيبتدي فيه ليميتيشن، حتى لو مشي 500 متر نبتدي نحطه في 4 300 متر او اكتر 4.5 200 متر يبقى 5 100 متر يبقى 5.5، فشايفين قد ايه بيعتمد على الووكينج ديستانس. عشان كده ذس فيري فيري امبورتنت ان انت تخلي بالك من الووكينج ديستانس. ده السهل بقى اليونيلاترال سبورت ده يبقى 6، بايلاترال سبورت يبقى 6.5، ولو داخل بيستند جامد على بني ادم يعني
بعزم مرن على بني ادم يبقى 6 ونص برضو اكنه بقى لك سبورت ويل تشير 7 7 ونص بدلتين 8 ل 9. في حاجه مهمه يا جماعه، مثلا حصلت مع حد نايم معايا، كنا في العياده وبعدين عيان داخل بعصايه وبعدين لقيت حاطه الاي بي اس اس 6، فالعيان العيان يعني انا قلت لها انت حطيتي 6 ليه؟ دخل على العصايه، العيان ده كان بلايند، كان بلايند، فداخل داخل بعصايه. فنخلي بالنا برضو نشغل مخنا، مش اي حد داخل بعصاي، لازم الاول نتاكد، نعمل اكزامينشن نتاكد ان هو فعلا عنده، ما كانش عنده ساعتها اي موتور ويكنس خالص، داخل بس عشان عنده بلايندز. ده الاي دي اس اس زي ما اتفقنا معتمد على الامبيوليشن. ده في لازم نبقى اورينتد بالام اس فانكشن كومبوزايت. الحقيقه ده كان من زمان جدا موجود لكن عمرنا ما كنا بنتكلم عليه لانه كومبليكيتد وبيبقى فيه كذا فانكشن وحاجات كوجنيشن، لكن هو مهم لانه فيه بيلمس ثلاثة فانكشنز احنا بيدون تاتش دم في ال اي دي اس اس، اللي هو ايه؟ ال لاج فانكشن بيتكلم عليها ان ترمز اوف سبيد مش ان ترمز اوف ديستنس، فانا ممكن امشي 500 متر ببطء او امشي 500 متر بسرعه، فهيفرق. الار او الهاند فانكشن اللي هي منسيه خالص في الاي دي اس اس، والكوجنيتيف فانكشن. فبيعمل ايه؟ حاجه زي كده فيري سمبل ممكن تعلم عيالك او ممكن تعملها حتى عندك في الحياه، لو مش عارف تعملها في العياده علم عيالك. ده اسمه 25 فوت ووك تيست. عباره عن ايه؟ عباره عن انه هنا دي نقطه بدايه نقطه نهايه، وفي ستوب ووتش واقفه، في حد بيقول له يلا انطلق، حتى لو بعصايه العيان بيتحرك باقصى سرعه عنده او مشيته العاديه بيمشي. ال 25 خطوه دول يا جماعه عباره عن 25 قدم 7 متر و62 سم بالظبط. فبنعمل في طقه البيت مثلا بيمشي فيهم بيروح قال له خلاص ستوب، وبعد كده يبتدي يعمل تيرنينج ويقول له امشي تاني، وبنحسب المين بتاعها. لو المين بتاعها بيقل او يعني 20% السرعه عماله بتقل 20%، ببتدي ان انا كونسيدر ان ده فعلا ممكن يكون انديكيشن للبروجريشن. في حاجه اسمها 6 مينيت ووك تيست، ده مور سنسيتيف، بس بقى ممكن تقول للعيان امشي ال 6 مينيتس وقول لي تمشيهم في قد ايه وقت برضو. ده كوجنيتيف اسسمنت، ودي باي كامز. باي كامز ده كنا عملنا له ريلايبيليتي وفاليديتي في وحده القصر العيني، وده عباره عن عملنا فاليديشن بالايجيبشن دايلوج باللهجه المصريه، عباره عن ثلاثه فانكشنز اساسيين بيبقوا افكتد في الام اس. حاجه اسمها الفيربال ليرنينج اللي هو الميموري، فبنقعد اقول له على كذا لسته، اقول له على لسته معينه، اقول له من فضلك عد لي اللسته ديت ثاني، بعتها 5 مرات بطريقه معينه بطريقه حسبه معينه. سيمبل ديجيت موداليتي، بقول له دلوقتي انا هقول لك ادي عندي ارقام اهي، كل رقم من دول ليه رمز، او كل رمز من دول ليه رقم قدامه، عند الارقام ديت عند الرموز ديت هتحط لي الارقام بتاعها، هتقول لي الارقام بتاعها وقول لي احسن ليه، لان ممكن يبقى عنده ديكسيتي عنده ويكنس في الـ في الـ في الابر ليم في الـ في, الـ في, الـ في الكتابه، فاحسن يقولها لي فيربلي. وعندي حاجه اسمها بري فيجوال سبيتشال ميموري تيست، يبقى الفيجوال سبيتشال ميموري افكتد، الفيربال ميموري تبقى افكتد تبقى تيستد، وده بيقول لي الانفورميشن بروسيسنج بتاع السيمبل ديجيت تيست. بدي له اشكال معينه واقول له بليز بشيل الورقه وبع نفس الاشكال وبعمل كذا جوه. ده جزء من الفانكشن كومبوزات اللي هو كومبوزيت اسسمنت. الهاند فانكشن بنعملها بحاجه اسمها 9 هول باك تيست. 9 هول باك تيست ده عباره عن علبه كده اهوت فيها او خشبه فيها 9 خرون، وبقول للبيشنت فيها باكس صغيره عصايه صغيره، بقول بليز ابدا حط لي الباكس ديت العصايات ديت جوه الهولز بالايد السليمه او بالايد الدوميننت وبالايد النون دوميننت، وبعد كده بحسب المتوسط بتاعها، بيقول لي الهاند فانكشن اخبارها ايه، لو لقيتها انها بتورسن ده علامه بروجريشن. الكونكلوجن طولت عليكم جدا جدا، MS is a autoimmune degenerative disease, both T and B lymphocytes have a role. ده كلام دكتور احمد. بالMRI مش بس عندي site, the shape and the size to count. In non-MS patients, to relapse should not be mixed with the pseudo-relapse. In single attack patients, decision making of starting the treatment should consider the following predictive factors predicting. زي ما قلنا عليها من شويه، مش بس ان انا العين ده وقتك لازم اشوف ايه البيدكتس الجيولوجيكال كلينيكال ديموغرافيك عشان خاطر اقول العين ده هيقلب ولا لا، وابتدي علاج ولا لا. الاي دي اس اس ذا جولد ستاندرد ان ذا اسسمنت اوف اي دي اس اس اوف ام اس ديسابيلتي، بس ما ننساش الامبيليشن سبيد والكوجنيشن والهاند فانكشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثانك يو سو ماتش. سلام يا دكتور. كنت بس عايز اسال. الو دودو ما تحبيش يا دودو عشان الارض موسى. سلام يا دكتور معلش. في جزء كبير من العيانين اللي هم بيجوا بالكلينيكال ايزوليت سندروم في الاول ويجي انا اسمي مينا، انا من اسيوط. اهلا اهلا يا مينا، اتفضل. ازيك؟ انت طيب؟ وضحك طيب يا فندم، شكرا، رمضان كريم. اه ليك يا حبيبي، اتفضل.
العينين اللي هما بيجوا بكلينيكال ايزوليت سندروم مثلا، هو ممكن يجي مثلا زي اوبتيك نورايتس، او مثلا يجي بنمبنس، وبيجي ان احنا بنيجي مثلا نعمل ام ار اي بعد كده مثلا بنعمل سي اس اف ويطلع سي اس اف نيجاتيف. حضرتك قلت ان الريسك ان هو يتحول كونفرجن للكلينيكال ديفينيت حوالي 31% في الخمس سنين. طيب ثانيه واحده، مش بس سي اس اف نيجاتيف، يبقى عندك 0 اور 1 ليجن في الام ار اي. ما هو الفكره ان هو العيان مثلا حتى لما بنيجي نعمل مثلا ام ار اي مثلا بياخد سبيشال كات مثلا على الجزء بتاع الاوبتيك نير، بنلاقي ليجن صغير كده مثلا بيجي، ممكن يجي يا مثلا بيجي اكتر في اللي هو البستور اسبيكت مثلا بتاع الاوبتيك نير. اعتقد ده من الحاجات اللي هي ممكن كلينيكال تخلينا اشك شويه ان ممكن ده يكون الحاجات اللي هي البدايات مثلا الام اس مثلا او الليل ستيج وفي ام اس. رائع، كمل يمين كمل. الفكره بقى هنا انا بتكلم بقى بجزء التريتمنت. العيان ده تمام، انا لو هديه سترويد مثلا، وانا مثلا عايز امسك العصايه من النص وعايز اديله سترويد، اديله قد ايه؟ يعني هديله مثلا 6 شهور او سنه، ولا اديله مثلا لحد ما السيمتوم تتحسن وبعد كده اعمل له فولو اب ايمجنج كل شويه؟ طيب انت قلت نقطه خطيره، اللي هو يبقى عندي مثلا ام ار اي برين نورمال مثلا، لكن عندي الاوبتيك نير في ليجن. القصه دي كانت خناقه بين الناس الكبارات قوي بتوع الماكرونز. كان في واحد اسمه فيليبي، فيليبي ده كان عايز يصر ان هو يدخل الاوبتيك نيرف بريكس مع الليجنز اوف ذا تيبيكال سايتس، وده كلام منطقي جدا. بس البانل قالوا لا مش هندخله. ليه؟ الراجل كان حجاني، يعني الراجل نفسه كان متضايق جدا من القصه دي. فانت عندك حق، واي ثينك وجود ليجن حتى لو عندي الام ار اي برين از نورمال، كان عندي ليجن في الاوبتيك نيرف، اي ثينك ان انا هنا لازم اقط وقته. مش لازم، بص انت قلت بقى حاجه تانية، يعني انا معاك من حيث ان احنا لا العين ده سيبه ولا تديله علاج حتى لو حاجه كده ايه بروت سبيكتر، بس احنا نو مور يوزنج ذا ستيرويدز ان ذوز بيشنتس. يعني ما اقدرش ادي الستيرويدز كمان تنس ثيرابي، خلاص ده الكلام ده اوبسوليت. انا عندي حاجه برضو اوف ليبل ممكن استعملها زي الازا تايب 3. يعني انا لو مكانك مثلا في الوضع ده، وانا مش عارف برضو الاوبتيك نوايتس ده بتاع ام اس قوي ولا ممكن يكون حاجه يعني مش مرتاح، ولا ده ايسوليتد ولا ده فايرال ولا ده، بتبقى برضو مش قادر تحكم، ما تدي مثلا حاجه زي البلاتفورم ثيرابيز او انترفيرو، هيبقى قلبك مش جايبك تمام. ففي الحاله دي ممكن ندي ازا تايب 2، لكن ان انا ادي مانتنس ستيرويدز ده مش مقبول. وساعتها بقى ممكن ان انا ادي وتابع، او انا ممكن اقول له مش هديك حاجه وفول. يعني هنا الموضوع برضو ما فيش كونسنسس، فانت من حقك تدي شويه كورس مثلا لو انت قلقان على العيان، لكن ما فيش ريكومنديشن بتقول كده. ده كلام اوف ليبل، كلام احنا دلوقتي اوف ليبل، لكن ريكومنديشن وايز از نوت ام اس اند دونت ستارت تريتمنت. فهمتني؟ تمام. بس انا معاك، انا عارف مش هجيبه بقى، بس لازم العيان يبقى اندر اوبزرفيشن الست شهور تانية، لو حتى مش هدي له علاج واعيد له الام ار، او حتى ممكن ان انا ادي له مثلا اي دي ان تي وخلاص هو يخف، وحتى بعدها ممكن بشهر اعمل له ام ار اي جديد اشوف الليجن ده اخباره ايه. تمام تمام تمام، شكرا جدا. شكرا. حد تاني يا اولاد شباب؟ خلاص كده تمام، اقول لكم باي باي. شكرا يا دكتور. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اوكي يلا كلكم طيبين، روحوا صحروا. باي باي.